تحية صباحية لكم مشاهدينا مع بداية نهار جديد، بداية عالم صباح جديد. كمان مثل العادة نترافق معكم يوميا عبر شاشة تلفزيون المستقبل، ولقائنا لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. فقراتنا اليوم عديدة مثل كل نهار خميس. بعد شوي بنبلش مع كارمن مع الأبراج، وكمان كارمن بترجع تنضم لنا مع فقرتنا زودياك واتصالاتكم مباشرة على الهواء. كمان مزيد من التفاصيل عن فقراتنا اليوم، وين حقك لحتى نتابع بشرعة حقوق الإنسان. لما بتنضم لنا مع شوفي كمان عنا روى على صحة السلامة ومواضيع لها علاقة بالتقدم بالعمر. هلا ما حدا بده يسمع بهاي الجملة، بس ما نتقدم بالعمر رح تشرح لنا أكثر روى. كمان رح نكون مع تانيا بخلينا نحكي. إذا هيدي بالمختصر شوي عن فقراتنا، وأكيد الشيف حسين موجود على محطاتنا مع رشة ملح. صباح الخير. صباح وغدا، كيفك اليوم؟ أنا منيح، كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. شو رح نحضر اليوم؟ في عنا أربع وصفات مثل العادة. في عندي كوكيز بالشوفان والشوكولا، هاي أول طبق. عنا دجاج بالكاجو، عنا كمان وصفة كتير طيبة، دجاج بصلصة الفول السوداني، وعنا كمان سلطة، نوع سلطة البروكولي. هول هني أربع وصفات، ثلاث وصفات مالح ووصفة حلو. بقول لك كل المشاهدين ولكل ستات البيوت مثل العادة ومثل كل يوم، ما تنسوا الورقة والقلم لحتى أعطيكم كل المقادير خلال فقرات رشة ملح. بالإضافة غادة اليوم الساعة 12:30 بنبلش نتلقى اتصالات المشاهدين مباشرة على الهواء. ده حتى شو؟ يشاركوا معنا بالمسابقة. بالضبط. أكيد رح يشاركوا بالمسابقة مثل كل نهار تنين وخميس، وبالتالي في عنا جوائز كتير قيمة من تقديمات منتوجات تونيز فود. يعطيك ألف عافية شيف حسين. فورا ننتقل لعند كارمن ومنبلش بنهارنا مع الأبراج وحظنا اليوم. يوم الخميس 5 نيسان أبريل، اليوم القمر مرافقنا لليوم الثاني على التوالي من مش القوس الناري. أجواء ممتازة بترافق مواليد برج الحمل وأيضا الأسد وكذلك مواليد برج القوس. كيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. نهار ممتاز من الأيام الرائعة الممتازة يلي بتخلي وبتسمح لمولود برج الحمل أنه يكون من الأرقام الصعبة. يعني أنت اليوم منافس صعب أنه حدا يربحك أو يتقدم عليك. طبعا بعد في أبراج تانية مهمة وقوية مثلك أنت، مثل مواليد برج القوس والأسد، لكن أنت تعتبر من الأبراج الرابحة. الأوفر حظاً 12 و13 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لمولود برج الثور ضروري اليوم تكون أنت مصحصح شوي، لأنه الغلطة اليوم معقولة تمرق وما تشتلق لها وبتكون غلطة كبيرة. ضروري تنتبه لأوراق، لمعاملات، وتشوف صلاحيتها أمتى بتنتهي، لأنه بعض الضبابية في رؤية الأمور معقول تسبب لك شوية مشاكل. ولكن هنالك حظوظ حلوة بانتظار مواليد 24 25 26 و27 نيسان أبريل. كمل مع برج الجوزاء. ما تمشكلة إذا ظهر مشكل، حاول أنك تتفاديه أو تمرقه بطريقة كتير سهلة من دون ما يصير فيه خلافات أو تتأزم القصص. هيدا نهار ما بيحمل تعقيد، هيدا نهار أنت تملك فيه طاقة كتير كبيرة، لكن الأسلوب يلي لازم تعتمده اليوم هو الأسلوب المرن فقط لا غير. تبقى المواليد الأكثر توترا هي مواليد شهر حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، نظم أوقاتك، جدول أعمالك، أولوياتك، في تعب وفي ركض، ويمكن يكون في تعب صحي أو يكون في تعب جسدي. الأجواء متقلبة شوي، لكن اليوم إذا أنت مشيت حسب جدول أعمال حاطه قدامك ماشي عليه على البكلي، أو إذا تأخرت شوي رجعت عطيت حالك شوية وقت زيادة لتكمل جدول أعمالك وبآخر النهار تكون مخلص كل شيء، بيمشي الحال. بعض مواليد برج السرطان عندهم يا مسألة مهنية مهمة عم يشتغلوا عليها، أو مسألة صحية يمكن لها علاقة بأحد الوالدين. الأكثر تعبا 13 تموز يوليو، الأكثر حظا 14 ل 16 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. من الأيام الممتازة عند مولود برج الأسد بهيدا الشهر الممتاز، كل أسبوع في عندك يومين حلوين كتير لازم تكون أنت عارفهم ومنيشن عليهم لتشتغل فيهم على الأمور الصعبة. اليوم هو نهار ممتاز جدا، بيرفع من شأنك، بيساعدك توصل وتقطع إلى الضفة الجيدة، وبتكون بالتالي وصلت إلى شط الأمان. الأوفر حظا مواليد 7 8 9 10 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء.
أمور شخصية، أمور يمكن تكون عائلية، مش بالضرورة تكون سلبية، لكن اليوم مولود برج العذراء طالع عباله أنه يكون بجو شوي مريح، بده مين يدلله، مين يبقى معه، مين يقويله معنوياته، ومين يخفف شوي من هالهم اللي عنده إياه. فإذا بتعرفوا مواليد برج العذراء ما تزيدوه عليهم، بالعكس أني بحاجة لمين يهتم فيهم. وبتبقى المواليد الأكثر تعباً 8 و9 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان الأفكار اللي عندك إياها براقة ولامعة جداً، ذكية جداً، وما تلغي موعدك، روح عليها، روح امتحاناتك، شرط تكون عامل دفوارك قبل، مش إنه رايح إنه أوه كارمن قالت هي أنا عندي سرعة بديهة، ما ضروري أدرس، ما ضروري، نو. بتروح لحتى فعلا انه نجمك يلمع، والا بتطلع بالنتيجه عم تحكي كيف ما كان، وبيطلع خصمك اقوى منك، وبيطلع بقوله ها شفت عم تسمع كارمن مثلا. سو قوي حالك، اشتغل وروح وشوف انه بتنتصر اليوم. يلي عنده معاكسات هي مواليد 7 8 9 10 وايضا 20 21 اكتوبر. كمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب نهار لبحث فاتورة يمكن انت نسيها تطالب فيها، يمكن عندك امتحان كتير مهم ميدترم مثلا عم تشتغل عليه، حاسس انه اليوم انت تمر بلحظة امتحان، ويمكن ما عندك امتحان لكن ظرف بيمرق اليوم معقول يحطك تقريبا تحت الأضواء. بعض مواليد برج العقرب عندهم مصاريف مالية. 14 ل 16 نوفمبر بعدك الأكثر حظا. بنتقل لبرج القوس. ما حدا قدك مولود برج القوس، بالحقيقة بين ثلاث أبراج النارية يمكن تكون أنت نمبر 1. ليه؟ لأنه القمر ببرجك، كمان في عندنا الحمل القوي مستقوي وأيضا الأسد، لكن لأنه القمر ببرجك فيك تقول أنه أنت تقريبا الشخص يلي أول اسم بيطلع هو أنت. وبالتالي مولود برج القوس الأمور إذا بدها تفتح بوجه حدا، إذا في اتصال تليفون بده يرن، على الأرجح بيرن عندك مع أخبار سارة. الأكثر حظا مواليد 7 8 9 وأيضا 19 و20 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي من امبارح منه عاجبك شيء، مش عم تتفاهم مع حدا، ما حدا عم يتفاهم معك، ما في انسجام بالأجواء، يمكن يكون مريض، يمكن يكون تعبان، أو يمكن يكون عندك شيء بالبيت مش ظابط. جميع الأحوال هيدا نهار ما لازم تتعب حالك فيه، ما لازم تحط حالك تحت خشبة مكسورة تنقول مثلا، يعني ما تحط حالك بظروف صعبة لأنه ما في كتير حظ لحتى يشق لك منها. هيدا نهار لحتى تشتغل على حالك، تشتغل على أمور روتينية حافظها عن غيب، وما تعذب حالك بإشياء جديدة على الإطلاق. انتبه من المشاكل، من الإحباط، ومن خيبات الأمل. كون حذر جدا من السرعة إذا كنت من مواليد 31 ديسمبر ل 3 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. نهار حلو بيسليك مولود برج الدلو، بيسليك مش إنه عم ضيع وقت، بيسليك لأنه فعلا هو نهار غني، غني بمعلوماته، بطاقته، بحظوظه من خلال مشاركة ما. مش انه قاعد بالبيت مسكر الباب وما عم تحكي مع حدا، مطفى السلولرات وعامل حالك منك بالبيت، انه اوه شو هالنهار الرائع، ما بيمشي الحال هيك. الاجواء الرائعه نوعيتها بتقول لك لازم تشارك، لازم تكون موجود لحتى من خلال المجتمع توصل لك التاثيرات الحلوه. 10 ل 12 شباط فبراير الاكثر حظا. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت صحيح اليوم القمر عم بيشكل مربع مع شمسك، لكن من النقطة الأعلى عندك بدائرة الفلكية، هذا يعني أنه نجمك قوي جدا. أي نجم مارق بيكون بالنقطة الأعلى عندك بدائرة الفلكية بالنسبة لبرج الحوت هو القوس، هذا معناته أنه أنت تحت الأضواء. فإذا أنت حاضر، أنت جاهز، وأنت ردي، صار لك يوم يومين، معناته اليوم أنت تنقش معك وبتربح بشكل كتير باهر. 12-13 أدار مارس الأكثر حظا. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة حلوة فيها سفر، فيها غربة، فيها رجعة من غربة، فيها تنوع، وفيها نجاحات، وفيها مغامرات، فيها مجازفات، لكن على الأرجح بتكون ناجحة. نيسان أبريل، أيار مايو، أب أغسطس، ديسمبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي.
شكرا لك كارمن. بدي ارجع اذكركم انه كارمن ترجع تنضم لنا بعد شوي بخلال عالم الصباح وفقراتنا لحتى تكون بشكل مباشر مع اتصالاتكم. رح ناخذ اول بريك لليوم وبنرجع اكيد منتابع. نرجع نحيا وياكم مشاهدينا حتى نتابع فقراتنا. رح ننتقل لعند الشيف حسين لحتى نبلش نتعرف شوي على التحضيرات اللي نحن بحاجة لها لأطباق اليوم. صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم في عنا أربع وصفات مثل ما خبرتكم، ثلاث وصفات مالح ووصفة حلو. ووصفة الحلو في عنا كوكيز بالشوفان والشوكولا. مبارح كان في عنا سؤال بيتعلق إذا في عنا شي وصفة بسكوي بالشوفان. بقول إنه هيدي الوصفة اليوم عم نحضرها بالشوفان اللي هي الكوكيز. عنا مشاهدينا دجاج بالكاجو، بالإضافة دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني هالطبق الرائع مع أو سلطة البروكولي. لكن سلطة البروكولي رح ضيف لها من البرتقال والبوملي وشرائح الحامض حمضيات. طيب مثل ما بتعرفوا بدنا نبلش بالطبق الحلو لنقدر نفوته على البراد لحتى يتماسك. بعد ما يتماسك منشيله منخبزه بالفرن على حرارة 180. خلينا نروح نحضر الكوكيز أنا وياكم. بالنسبة لكان مشاهديننا للكوكيز عندي خلاط كهربائي، رح حط بالخلاط الكهربائي أول شيء منبلش بالزبدة. لكن في عندي زبدة، طبعا هون الزبدة بدها تكون كريمي حرارتها من حرارة الغرفة. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. لكن عنا زبدة، عنا من الجبنة المرهمية، كمان منضيف السكر. عنا نوعين مشاهدينا من السكر، في عنا سكر أسمر وفي عنا سكر أبيض. بضيف أنا النوعين وبخلطهم مع بعض. راح نضيف كمان لهالوصفة البيض. كمان البيض جاهز عندي، بس ايمتى بضيف البيض؟ بضيف البيض بعد ما احصل على خليط متماسك للزبده للكريم تشيز او جبنه مرهميه، سكر اسمر وسكر ابيض. بنخلطهم مع بعض. بحضر عندي البيض وبحضر كمان الفانيل وبحضر ايضا مشاهدينا شوكولا الدايب. طيب لكن عندنا كمان من الشوكولا الدايب، هيدا الشوكولا رح ضيفه فوق الخليط الزبدة والسكر. لكن أول شيء منضيف الفانيل، منضيف كمان بيض ونخلطهم مع بعض. يعني أول مرحلة كانت هي عبارة عن زبدة، عن جبنة مرهمية، سكر أسمر وسكر أبيض. هلأ ضفنا البيض مع الفانيل. تاني مرحلة البيض والفانيل. ثالث مرحلة رح أجي ضيف أنا شوكولا دايبة كمان للخلاط الكهربائي بهالشكل. أوكي ضفنا كمية من الشوكولا، نرجع نخلطهم مع بعض. عندي شوفان وعندي طحين وعندي بيكنج سودا، فيني اضيف انا كمان لقلة من الجوز ورح احط جوز معه. هيدا الجوز رح احط جوز مع الكوكيز بالشوفان، ناخذ نكهه كمان طيبه. اوكي لكن مثل ما عم بتشوفوا. طيب رح اجي ضيف الشوفان رح نضيف كمان الطحين. لكن ضفنا الشوفان وهلا عم نضيف الطحين ايضا بستعين بالبيكنج السودا. لكن مثل ما شفتوا هيدي كل المكونات ضفناها للكوكيز. هون شو بيضل في عنا؟ بعد ما خلصها خفق بدي حطها بوعاء ونفوتها على البراد.
ليه بدي احطها بالبراد؟ لحتى تتماسك عندي. بعد ما تتماسك عندي رح اجيب صينيه حط فيها ورقه زبده، بحمل الفرن على حراره 180، بقطعها بالشكل اللي بدي اياه وبشويها. لكن هلا رح نحطها بالبراد ساعه، وبعد شوي بخبركم بالتفصيل عن كل وصفتنا. هلا بالعوده للغدا. يعطيك الف عافيه شيف، ميرسي لك على بدايه اذن هالتفاصيل ضمن فقراتنا مع رشه ملح. مشاهدينا رح ننتقل لحتى نتابع هلا بمحطاتنا اكيد مع روى، وعلى صحه السلامه. صباح الخير. صباح الخير غادة، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. انا حضرتهم نفسيا. ما هيك اليوم حلقتنا بتهم الكل، لانه حضرتهم نفسيا انه صحيح روى رح تحكي عن موضوع التقدم بالعمر، بس نحن ما ضروري نطبقه على حالنا. ما ضروري نطبقه، بالعكس لما بنعرف شو بنتوقع من هيك بنوصل مرتاحين. نحن هيدا شيء هي كلها شغله نفسيه، فيا بنتقدم بالعمر ونحس نحن من جوا حالنا ختيارنا، يا بنكون روحيتنا شباب، والمهم انه نحافظ كمان على طاقتنا ونشاطنا وصحتنا تضل كمان شباب. فاليوم بدنا نعمل كويز غادة أنا وياكي ونشوف شو منعرف عن تقدم العمر، شو هي الأمور اللي لا محالة بدها تصير ما فينا نتهرب منها، وفي أمور لا فعلا فينا نتفاداها ونوصل لمرحلة متقدمة بالعمر ما تكون عنا هالحالة. خلينا نبلش. أول سؤال، بعد عمر الأربعين بتصير رؤية الأمور أو الأشياء القريبة أصعب، يعني بصير عن قريب بتشوفي اصعب، شو رايك؟ سأليني انا بس من معلوماتك. من معلوماتي انه ايه انه ايه صحيح، كلنا بدنا نوصل لها صحيح، واللي هي اسمها بريس بايوبيا. هيدي كل الناس سواء عندهم مايوبيا يعني قصر نظر بالاول، او عندهم مشاكل بالنظر، او ما عندهم، كلنا بدنا نوصل. مع العلم انه في حالات كثير استثنائيه ممكن يوصلوا لعمر الخمسين وبعد عم بيشوفوا كثير منيح عن قريب، هيدي حالات كثير استثنائية طبعا. طبعا لكن في ناس بيوصلوا عمر معين مثلا ما في شعر ابيض مثل، يعني مزبوط صح، في بعض الاشياء هيك بتلاقي اللي هي استثناءات صح. لكن هيدي بالاجمال بتصير عند الكل، ما بدنا ننقذ، لكن كمان ما بدنا ناخذها بصوره يعني مزبوط انه بركي في شيء ثاني ما عم بيصير. لا بالعكس، انه نقول لانه هيدا طبيعي انا رح بطل شوف اقرا عن قريب منيح، بطل شوف عن قريب، فاذا مجرد بشتري نظارات اوفر ذا كاونتر يعني من اي محل وبستعملهم بس ما بفحص عيوني. لا بدنا ننتبه انه حتى مع تقدم العمر كل سنه لازم يكون عندنا فحص للعيون، لانه بدنا ننتبه لضغط العين، بدنا ننتبه للشبكيه، وبدنا ننتبه لعصب العين. فاذا هول امور بصير بدنا نكشف عليهم دوريا اكثر مع تقدم العمر، وخصوصا اذا كان في مشاكل ثانيه عندنا اياها صحيه، عندنا مشاكل سكري، عندنا ضغط، هدول بصير بدنا نعمل تشيك اب بصوره روتينيه اكثر للعين. اجمالا بعمر صغير بيكون كل سنتين ثلاثه ممكن نعمل تشيك اب، كل ما كبرنا بالعمر شوي ممكن يصير كل سنه افضل انه نعمل تشيك اب. مع العمر بتزيد المعاناه من الحرقه او الريفلكس، هل هالشيء حتميا بيصير، او اذا بدنا نقول بيصير اكثر احتمال عندنا انه يصير عندنا مع تقدم العمر؟ ما بعتقد لها علاقه، هي نوعا ما بالعكس بتزيد نعم، لكن مش بالضروره كل الناس، لكن بصير الاحتمال اكثر. ليه؟ لانه هي الريفلكس او الحرقه اللي بتصير في صمام، خلينا نعتبره مثل بوابه، هو بيفصل المعده عن المريء وبيوصل للحلق. هالصمام هيدا مع الوقت في عوامل كثير بتخليه يكون في ارتخاء بهالصمام، التدخين، طريقه الاكل، الوزن الزائد او البداني، كل هالامور. لكن مع تقدم العمر شوي بصير هالصمام في ارتخاء، حتى لو ما كان عندنا نحن ريفلكس لما كنا بعمر اصغر، بصير مش بالضروره لكن في احتمال اكثر، يعني اتس موست كومن يعني اكثر بصير، فمن هيك بتصير حاله الحرقه. طبعا كثير مهم انه نغير شوي بنمط حياتنا، نتعشى بكير، الوجبه تكون خفيفه. بكير لازم يعني هي ضروري. سلامي هيدا صح. ضروري صح. يعني اذا كنا من عادات كثير غلط في لبنان وهيك، والعشاء بيكون مأخر وكميات كبيره صح. التدخين اكيد نخفف منه او نوقفه، طريقه الاكل، وطبعا ممكن ناخذ العلاجات المساعده للحرقه، لكن كمان برجع بقول هالعلاجات هيدي بدها تتاخذ مع وصفه طبيه، لانه على المدى الطويل ما بيسوى نكون عم ناخذها اذا ما كنا بحاجه لها. يعني في مرات يمكن طبيب يوصفها شهر شهرين بعدين نوقف، يمكن يوصفها لفتره اطول، فافضل نكون استشرنا طبيبنا قبل. الم المفاصل هو جزء من علامات التقدم بالسن، يعني كلنا بس نكبر بده يصير عندنا
وجع وألم بالمفاصل أو تكلس بالمفاصل برأيك؟ كلنا في احتمال بس مش لأ مش يعني الكل نرجع نحكي انه مش الكل بس بعتقد في احتمال صح. اكثر لانه الحركه بتصير اقل واصعب صح الاحتمال بصير اكثر لكن بطمنكم انه مش كلنا بالضروره لما نكبر يصير عندنا الم بالمفاصل يعني فينا نوصل لعمر 80 وما يكون عندنا مشكله بالمفاصل في عده عوامل بتلعب دور في العامل بالعائلات يعني العامل الوراثي شوي بيلعب دور مثل ما قلتي قله الحركه نكسب وزن زائد اذا في اي مشاكل عم بتصير اذا كان عندنا تكلس مع ترقق بالعظام وبصير في مشاكل اكثر فاذا اللي بدنا نعمله نحن هلا على عمر اصغر شو فينا نعمل لنحمي حالنا نضل نحرك هالمفصل كل ما تحركوا المفاصل كل ما ضلوا عايشين كل ما ضل فيهم حياه فاذا المشي الحركه الرياضه شغله كثير مهمه ما نكسب وزن كثير لانه بنحط وزن وتقل على المفاصل سواء الركب صح. الورك الظهر كل هيدي بتكون تقل على المفاصل فهيدي شغلة يعني كتير بتساعدنا بعدين على المدى الطويل فقدان السمع سببه التقدم بالعمر منقول انه خلص الواحد بخطير بيكبر بالعمر بخف سمعه بخف نظره برأيك هل كلنا لازم يخف سمعنا حتميا مع تقدم العمر لا ما بعتقد مزبوط مش بالضرورة مش بالضرورة في ناس بيوصلوا لعمر كتير متقدم وسمعهم بيكون حاد جدا لكن اللي بصير انه شوي مع تقدم العمر من الطبيعي انه يصير نوع من خلينا نقول بالأذن الداخلية في شعيرات عصبية الشعيرات العصبية هيدي هي مهمة توصل هالإشارة الصوت اللي نحن عم نسمعه توصل هالإشارة للدماغ والدماغ بيتعرف على الصوت هالشعيرات العصبية مع العمر شوي بتخف فعاليتها طبعا يعني بدها تخف كله بده يخف بتخف فعاليتها وما فينا نعمل لها بوتوكس ما بتزبط ما فينا ننقذها فبتخف فعاليتها وبالتالي بصير مش رح يضعف سمعنا نهائيا لكن بصير في اذا فينا نقول ترددات معينه من الصوت او ليفل معين من الصوت ما فينا نسمعه بمعنى صوت طفل رفيع ممكن حرف او كلمه نحس انها منا واضحه او صوت المراه الاصوات اللي نبرتها عاليه هي اللي بتكون مرات شوي في صعوبه بتمييز الصوت وهيدا شيء طبيعي مع تقدم العمر لكن ممكن نوصل لعمر متقدم وضل سمعنا منيح اللي بدنا ننتبه له هلا وبدي اقول لكم يا شباب ويا صبايا وهلا بما انه فرصه المدارس مفرصه بدي اقول للشباب انتبهوا على سمعكم لانه منضل حاطين الايرفون بدينينا وبنسمع الصوت العالي الموسيقى العالي هيدي كلها مضره والضرر ما بيتصحح الخلايا العصبيه هيدي اللي بنضعفها او حتى بوقت من اوقات بنقضي عليها بالصوت العالي ما بترجع بتعيد حالها فاذا اللي بنخسره وهيدي بنقول لها noise induced hearing loss يعني بيضعف سمعنا نتيجه الضجيج او الصوت العالي فبليز بدي اقول لكل الشباب والصبايا انتبهوا على سمعكم لانه مبلشين من عمر كتير صغير الايرفون بدينيون و هي بس الايرفون ومن عشيه والسهرات والموسيقى اللي ما بتقعد تفهم يعني بتصير صريخ ما حدا بيسمع حدا وبنطلع بنحس في قطن وفي شيء عم بينبض بدينينا فهيدا كله ضرر بدنا ننتهي يعني هلا بدنا نقول لصغار اكثر من الكبار لحتى ما توصلوا بعمر متقدم وتخسروا سمعكم الشيخوخه تعني نهايه العلاقات الحميميه هل بالضروره نحن بثقافتنا كان قبل بالجيل اللي قبل يقولوا إذا صارت الست بعمر الأربعين خلص خلصت حياتها عملت تممت واجباتها جابت أولاد وخلصت وصارت ختيارة هلأ صاروا الأربعينات هي نيو ثيرتيز الأربعينات هي مرحلة الثلاثينات الجديدة والخمسينات هي مرحلة الأربعينات فإذا بعتقد الجواب حنقول لا أكيد غلط وهيدي ثبتت علميا انه ما بيعني اذا تقدمنا بالعمر يعني العلاقات الحميميه بدها تنتهي سواء عند الرجال وعند النساء صح. عند الرجال ممكن يكون في مشكله الاريكتايل ديسفانكشن او عدم القدره على الانتصاب وهيدي صرنا بنعرف انه صار في لها كثير علاجات فاذا صار فينا ما نخلي هيدا عائق لنا وعند النساء في مشكله مرات الجفاف بالمهبل طبعا مع التغيرات الهرمونيه وكمان هيدي لها وسائل لحتى تحل هالمشكله فبالتالي العلاقه الحميميه ممكن تستمر لعمر السبعينات واكثر كمان قد ما الاشخاص هن بيكونوا حاسين حالهم بصحتهم و
علاقتهم منيحه. فاذا ما نعتبر انه اتس ذا اند اوف لايف، يعني نعتبر انه خلص، كثير بنسمعها راحت علينا، بصير يقولوا راحت علينا بكل شيء، انه بانه نستمتع بحياتنا، بانه نعيش حياتنا، بانه علاقاتنا الحميميه توقف. لا، اليوم تغيرت الامور، اليوم بلشوا بفكروا يتجوزوا على ال 35 40، عرفت؟ يعني وين صار فين؟ صح، تغيرت الامور كلها. طيب، مع تقدم العمر بتقصر قامه الانسان، بدنا نخسر من طولنا، منكش. صح، هيدي صحيحه. بس بدنا ننتبه قد ايه بدنا نخسر من طولنا، لانه بدنا ننتبه ما يكون عندنا ترقق بالعظام الاوستيوفوروسيس. هي ليه بنخسر من طولنا مع تقدم العمر؟ لانه بين فقرات العمود الفقري في كوشنز، ها، في الماده هيدي اللزجه اللي هي بتعمل مثل كوشن او وساده، وهيدي بتخلينا ظهرنا جالس، بتعطينا الطول. مع العمر كل هيدي بنخسرها بين كل مفاصل الجسم، بتخف سمكتها الماده، وبالتالي بصير في شوي من الانكماش بالطول اللي هو بيوصل مرات 2 سنتي 3 سنتي 4 سنتي، بتختلف بين الرجال والنساء. لكن امتى بدنا ننتبه؟ اذا حسينا انه بصوره بفتره قصيره كثير خسرنا طولنا، اوكي، يعني نحن عم نعمل فحص دوري سنويا، او نحن حسينا انه انا عم بحس حالي عم زم، او عم بخسر طول بفتره كثير قصيره، فتره سنه مثلا، لانه هيدا بصير كثير تدريجي وعلى مهله، على سنين. بالتالي هون بدي اشوف بلكي في مشكله اوستيوبوروسيس او ترقق بالعظام، لانه بصير في خساره بطول، وبالتالي بصير عندنا مشكله لكسر بالورك او بالعمود الفقري، وهيدي خطره كثير. اوكي، كبار السن اكثر عرضه للعنايه للمعاناه، عفوا، الامساك، بصير عندهم حالات امساك اكثر، يعني عم بحكي فوق ال 65 فوق ال 70 بصير عندنا احتمال اكثر ليصير عندنا امساك، مش بالضروره لكن الاحتمال بيزيد. ليه؟ لانه ممكن نوعيه الاكل تتغير، ممكن الحركه تقل، وبالتالي بصير فيها الاحتمال، لكن مش بالضروره، ممكن نوصل لعمر كثير متقدم ما بيكون عندنا امساك. من هيك ننتبه على نوعيه اكلنا ونضل نتحرك قد ما فينا. مع تقدم العمر بتقل الحاجه للنوم، بيقولوا خلص بصير الكبير بالعمر ما بينام او منه بحاجه للنوم. لا، مش مزبوط. مش مزبوط، صح، نحن بحاجه لساعات معينه للنوم، بيتغير السيستم، لانه صح. بالنهار لكن اذا قاعدين وهيك ما في حركه، واحد بينام شوي او بيقلقوا بالليل، بيقلقوا شوي. يعني بتصير بتتخربط الامور، بس لا، النوم هن بحاجه، يعني ما بيصيروا مثلا بالمبدا بنقول نحن الافرج او المعدل 7 ساعات او 8 ساعات للشخص البالغ، اذا شخص كبير بالسن 5 ساعات بكفوه، لا، هو بحاجه لسبع او 8 ساعات. اللي بيتغير هو شوي الساعه البيولوجيه، بيفيقوا شوي بالليل او بيمرقوا بفتره النوم الخفيف اكثر، فبيفيقوا اسرع، هيدي بتصير، لكن هن بحاجه لساعات نوم، فكمان نساعد الشخص الكبير انه ينام. ايه، يعني بدنا نشجعه انه ياخذ ساعات كافيه من النوم. مع تقدم العمر بتزيد نسبه الالتهابات البوليه، وخصوصا هون بدي احدد عند النساء. هيدي بتزيد. هيدي صحيحه، بتزيد، وبدنا ننتبه انه هيدي بتصير، عفوا لا، هي غلط، ما بتزيد مع تقدم العمر، لكن بتزيد عند النساء بمعنى انه ما بينتبهوا للعوارض. فاذا هي مش حتميا بدها تصير مع تقدم العمر، لكن ما بينتبهوا للعوارض. كثير مرات بيكون في انفكشن وما بينتبهوا للعوارض، يعني ما بيحسوا بانه البول تغير اللون، او حسوا حريق بالبول، او بيحسوا فجاه جسمهم اتلخبط، وبعدين بينتبهوا انه هال انفكشن او الالتهاب صار له وقت طويل. فبالتالي كل السيدات بدهم ينتبهوا انه نشرب مي اكثر. اذا حسينا باي تغير بعوارض البول او باللون، الكميه، حريق، كل هالامور نرجع نفحصها ونشوف شو هي. اوكي، اخر شيء، مع تقدمنا بالعمر واجمالا بيقولوا انه بس نتخطى عمر ال20 قدراتنا العقليه بتخف. ولو على 20 بتبلش تدريجيا، بتبلش تخف. ما بعدك عم بتقلع بالحسبه، ما بعدك عم بتقلع 30 عم نقلع، ما عم بتكتس. فاذا هي غلط، هي بالمبدا اذا بدنا نحكي علميا، هي بمرحله العشرينات بيوصل الدماغ اذا فينا نقول اكثر نسبه اكتمال بالنمو، اذا فينا نقول اوكي بهالمرحله، لكن بعد منها ببلش شوي شوي يتراجع. هالتراجع كثير بطيء، اكيد تراجع كثير بطيء. فاللي بدنا نقوله انه مثل ما بنقول انه اذا ما استعملنا دماغنا بيصدي، انا دائما هيدي بقول هالكلمه، هي وحده من الامثال الشعبيه، بنقول استعملي دماغك ولا الا بيصدي. هيدي فعلا علميا أوكي. صحيحه، كل ما شغلنا دماغنا، كل ما ضل دماغنا الخلايا العصبيه ناشطه بالدماغ، وبالتالي الدماغ عم بيشتغل
نشتغل أكثر، نقرأ، نعلم حالنا شيء جديد، لغة جديدة، نعلم حالنا أي شيء حرفي جديد، أي شيء بيخلي الدماغ نشغله ونحفزه، نحفظ أرقام جديدة، نحفظ كلمات جديدة، هيدي كتير بتساعدنا ليضل ذاكرتنا أحسن وليضل دماغنا عم بيشتغل. فمش بالضرورة لما نكبر نصير ما منتذكر ونضيع وما نعرف شيء. طبعا فينا نشغل دماغنا على صغر كل الوقت. يعطيك ألف عافية. الله يعطيك. لا خلص هي آخر مرة جملة التقدم في العمر. لا خلص بعدك حضرنا دخيلك. مرسي لك روى. مشاهدينا خليكم معنا بريك ونرجع منتابع. عودة نحن وياكم لحتى نتابع فقراتنا لليوم ومحطتنا التالية مع لما وشوفي وضيفة لليوم. صباح الخير. سبريز حتى أنت تعرفين عليه. إيه أكيد. مين ما بيعرفوا ضيفي؟ جون جديد مصمم الشعر للمشاهير. صباح الخير. يعني أصلا جون كل الناس تعرفه لأنه تعامل مع المشاهير، مش بس لأنه هن شهروه، لا هو كمان شهرون. يعني جان عنده أكثر من 400 عمل فيديو كليب، يعني كل الفنانين اللي غنوا 400 فيديو كليب. صار له 35 سنة بالمهنة، وكل اللي بتشوفين عم بيغنوا بيطلعوا وأمان هو جان. كبرتنا. أهلا وسهلا فيك جان. أهلا وسهلا. قد ما بستقبلك قد ما بحس أنه أنت فعلا شخص لازم نحكي معك، لأنه أنت صحيح ما كبرتك، ما كلنا كنا بالفيلم سوا. لا عم نكبر. لحنا شو مانا مستحيل. كنا بالفيلم سوا، وانا كمان قدرت اتعامل مع جون بسوبر ستار دايركتلي. نصور من ايمتى يعني؟ من ايمتى؟ رزق الله هذيك الايام كنا يجوا الفنانين ويجوا الكونتستنت المشتركين، نقرش بدنا نلبسهم كيف نعمل دغري. في تنسيق كان سريع يعني ونفهم على بعضنا 100%. جون اليوم بدي احكي عن تكريم صار لإلك مع شركة الامسي اللي في 13 سنة بتعمل هالإيفنت. فادي شبل مظبوط. بيكرموا ناس من كل الدومين، من كل الفئة. أول مرة انه حطوا انه فوتوا الكوافير يعني. نعم. ومين اخذ الجائزة؟ شو ما بعرف مين فعلا. لا بس شي بيشرف وشي كتير حلو انه مع كل الفئات اللي اتكرمت اول مرة كان التكريم لجان. خبرنا شوي عنه. برافو مبروك. يعني اليوم بتعرفي انه اللي بيسابر وبيتعب اكيد بده ينال يعني. ابدا ما في سر. هذا هو الحصد اللي عم نحصده هلا 100%. ما في شيء جديد علينا وكثر خير الله وبضلنا اجرينا على الارض اهم شيء. اكيد. بيتعب بيوصل، ونحن بعدنا لهلا بنقول بعد بدنا ونضلنا نركض وين في اي عمل اي شغل ما بنقصر ابدا. واذا في شيء مطرح هيك قصرنا بنصير أكثر بدنا نعطي لحتى ليصير الأحسن. ميمي. وهذه الشركة إنه معروفة صار 13 سنة، دقوا لي وقالوا لي إنه هيك حابين إنه نكرمك إذا كذا. أول شيء تأكدت منها لأنه بتعرف اليوم مين ما كان اتصل ما فيك لازم تتأكدي وتعرفي مع مين عم تشتغلي وكيف هي الشركة وشي السوابق تبعولها. فإنه شرف لحنا كبير إنه نكون معكم. وبس ثابت إنه أنا كنت بهالفترة بالكازينو من لبنان اللي صار الحدث، انا كنت مسافر مع وائل جسار كان فيديو كليب. نعم. وجرب لانه هو بين فيديو كليب وفيديو كليب في فيديو في فيديو كليب يعني ما بعرف اصلا اكيد ما كانوا يقدروا يعطوك خبر وتكون موجود يعني. سالت وقلت له انه ما قادر اجي، بس جربت انه اجي بس صار معنا شيء ما قدرت اجي. فاستلمتها مدام الجايسة. مش صار معك شي جان، انت زلمة بتقدر شغلك وبتقدر مواقفك يعني. انت عاطي كلمة لوائل ما فيك تجي يعني. سوري عند جايزة وائل انت عندك فيديو كليب بدي روح. يومتها انه وائل كمان من هونيك صار في اتصال مباشر وهو كمان انه قال انه سوري انه جان اليوم انه حب موجود معنا. وبعدين بحب نوه بشغلة كتير اساسية. بتعرفي انه عم بيصير في عنا كتير حفلات وايفنتات وفي ناس بتحكي انه ايه عم بيدفعوا ليأخذوا جوائز. خليني اقول جون
يعني بدي اقولها لانه انت منك عارف شو بدي اقول. هيدول الجوائز في ناس كتير بتستهلها، ومنهم جان اكيد منه من النوع لانه بليز طلعوني، بليز ربحوني، بليز شو بدكم. بقى ليش بقول لك الف مبروك، لانه انت من الناس اللي بيستاهلوا انك تتكرم. هلا وانت منك من منك عايز اصلا لحتى تقول لهم بليز مرقوني او طلعوني. يعني قد ايه حبيت اقول عن الجائزه؟ جايزتين السنه وبلكي شي ثلاثة سنه. اول شيء ما لها طعمه وقتها واحد بده يدفع حق جائزه لحتى يطلع، انه اذا هو ما بيستاهلها سوى تجيب واحد اكس مثلا وتقول له انه بيدفع مصاري ليطلع انه هو يربحها، ما لها طعمه. اكيد ما بحس فيها. يعني هون عم نشوف صوره، هيدي وين اخذت؟ هيدي اتاخذت لانه ما حكون انا موجود. ايه؟ اتاخذت قبل لانه بركي اذا حطوك على الوول اوف فيم. صح مظبوط. ومدامتي هي هون استلمت مع عبدالله الوزير السابق. نعم. سلم الجائزه لانه كمان هو من احد الزبونات اللي بيجوا لعندي. اوكي. فحب هو يكون يعني لان كنت انا اساسا قايل له بدك تكون موجود معي وانا ما قدرت، هو راح يعني صوري لوين. يعني ما بفتكر هو حيروح عند وائل جسار يعمل له شعراته. لا بس هون اخر شيء بنهايه الاحتفال يعني صور مختصره امنتهم. الف مبروك صراحه، بتستاهل جون كل خير وكل تكريم. وكمان اصلا يعني انت مش اول جوائز انت اخذ بمصر، انت اخذ بال 2009. كيف ذكرتي انا قوي، انا بيطلع لي جايزه اليوم. على الذاكره. هلا انا الا لروى كانت عم تقول على الذاكره. وكيف واحد لازم يضل عم يشغل ذكرته كل الوقت. لازم ارجع اشوف الحلقه لانه وضعي شوي تعبان من الناحيه طلع. بس جان رجع نشاط لي ذاكرتي سنه 2009 بتذكر. صح. اخذت بالكسندريه يمكن. هي لاول مره كانت تنعمل شيء عن الكوافير، يعني انه ما عاده ما بيعملوا، ويومتها انعمل هذا المهرجان وكان بلشت تتراجع، صار في مشاكل بمصر وما نعمل بقى مهرجانات. هو مهرجان في فنانين دخلوا ومش فنانين واخراج وهيك، وانا كنت مثل انه عرفتي كيف؟ اكيد حظنا يعني. لانه بالنهايه الفنان اللي عم يطلع هيدي الصوره اللي عم بتشوفوها مثلنا نحن فيها شغل، مثل كل حدا على الهواء. نحن بلشنا سوري بلشنا يعني كان سوبر ستار يعني من اول بدايه شهرتي يعني لحتى نوضح اكثر، وقال انا كان وجه خير يعني وهن خير علي. ايه 100%. فكل شخص يعني وقت بتقول لك التيم اللي حواليه هن اللي بيعملوا له شكله، بيعملوا له اللوك تبعه، بالنهايه هن اللي بدهم يتكرموا قبل ما نحن، انه نحن اذا طالعين هيك لانه في اشخاص عم تشتغل. اكيد اول ما اشتغلنا كمان وقتها بالسوبر ستار انه عم نحكي كثير عنه، حكينا انه كنا بيفور وافتر، ما حدا عمل بروجرام بيفور وافتر، كنا نفرجيه كيف كان كيف صار، انه مع انه هو رايح ليغني مش انه رايحين كرمال لوك، بس كمان كان كله يكمل بعضه. ما في باكج هلا اللي بده يغني، ما في شكله صار كثير مهم يعني. هيدا الموضوع خلاص انبت يعني. صح. لو بده يكون صوته اوبرا بدك كمان تعتني بالشكل. جو هلا رح نرجع شوي على الترند السنه. دقنك لازالت وتبقى الى الابد الدقن، بفتكر بعدها ماشي. بس الدقن والشعر الابيض اللي صار عند السيدات مثل عند الرجال، يعني خبوه قبل هلا صار عم بوقفوا. ايه هلا بدهم، ما نحن بنقول يا ريت بيطلع شعرنا كله افري وير. انا قرار قريبا جدا خلص خالص. لانه شايبه هيبه. لانه شايبه هيبه وشايبه حلوه وشايبه، يعني انه مع العمر الواحد بده كل ما تخاوى مع كل شيء بخليه يكبر، كل ما بحب حاله اكثر. هلا الدقن مثل الشعر الابيض في عنده علاج خاص. انا اجاني سؤال مره بما انه انت هون رح اسالك عنه، في شخص بعرفه حكاني قال لي بليز انا دقني فيها شيب، رحت ما بعرف شو عملوا لي صارت زرقاء. ايه شو صار معه؟ المواد اللي بيحطوهم هو بده لحتى يشيل الصفار. مزبوط. في مواد عم بنحط اوقات مثلا ما بيكون شوي، انه اكيد في ماركات في نوعيه حتى بس النوعيه. إيه اوقات بتشوف منه شعراته عم بزرق شوي، بزرق لانه بيبقى هو شوي كونسنتري اكثر. بده ينشغل عليه انه ينكسر بشيء بمي لحتى او بطريقه ما، يعني اللي بيقدر هو اكيد الشخص هو اللي عم بيشتغل له بده يكون اكيد طالع فيه. بس هو بعدين انه على الغسيل، انا قلت له اكيد على الغسيل. ما فيك تنطر انه على الغسيل اكيد بعدين بيروح. بس إيه؟ بدك تعمل دغري الشغله مضبوطه. لا ايه بس انا عم بقول لك الحل بساعتها انه اليوم عم بيعانوا العالم اكيد البياض انه عم بيصفر من وراء الدخان. نعم.
فالمفروض اكيد يتابع في له شامبوان خصوصي وله كريمات خصوصي. وله وقف دخان؟ لا ما حدا بيقدر يبطل دخان، هيدي نواية بطل دخان. بلا انا بطلت، خلي الناس كلها بتبطل السيجارة. بس على كل الشعر الابيض والعلاج يعني التريتمون تبعه لازم يعرف اللي شعره ابيض وبده يتركه ومطول دقنه في برودكتس بده ياخذها. بعدين بالنسبه للدقن في زيوت، في تمشيط، في كمان بتخاف انه مش يعني مش تعفن يعني. بلا بتعفن، مش ما عم تقولي بتعفن. سوري يعني انه في شيء بده طلع ريحه يعني. دقن اليوم ثلاث مرات بدها بنهار تغسيل. كل ما كنت تاكلي من دون انه بده ينزل شيء على دقنك وبتعمل ريحه، بتعمل بكتيريا، بتعمل بكتيريا وبصير يضلك حساسيه وما حدا بيعرف لهيدي. بعدين بصير يشوف انه عنده صار جدر بدقنه وصار عم يطلع له فيها شامبينيون. مزبوط. وهون بصير تتكاثر وبتصير يعني شيء مقرف. بتتغسل بنفس الشيء مثل الشامبوان او عندها برودكت لما يكون بلا الكول، لانه مش ما تعمل مشكله كمان تانية. ايه؟ وفي كمان مشان الشعر الابيض اكيد شامبوان بيبقى سيلفر. صحيح عم تقولي عنه ازرق، بس في طريقه يستعمل بده يكون شوي مكسور ينعمل مع الشامبوان. اوكي. والزيوت لحتى تضلها طريه ما تضلها خشنه، لانه الدقن كثير تبقى خشنه وبفريزه. في منهم بحبوها شوي ميلسي، في منهم بحبوها طيب. شوي للميلسي لحتى بركي بنختم بهذا الموضوع. الدقن بينعمل لها كيراتين او بسموه بلو اوت او كيراتين او كريستال او كله ذات الشيء، بس انه البرودكت بفتكر بيختلف شوي. مش محبذ ينعمل لها كيراتين. نعم. بس اذا عنده عملها ضربه بالسشوار بايده بس بتعرف اللي بيكون كثير اللي بيكون كثير مجعده حرام يعني بحبه دقن. ايه. شو لازم يعمل؟ انا بنصح بانه يعمل لك كيراتين، لانه حتصير اول شيء من فاك كثير يعني كثير. طب ما فيك تعملها شوي نترك شوي الطاجن فك هالفك في في تريتمنت لها غير الكيراتين. اوكي. الكيراتين بيطلعها بانه بحطبها بتصير لا لا مش ما هي نحن عم نقول انه بس نفك هالكيرلز في في بتفكيها من دون ما يتعرض اللون الابيض يتغير لونه، لانه هيدي الادويه بيتغير اللون الابيض. مزبوط. جو انا كثير كثير بشكرك، لقائنا كثير حلو وانا كثير حبيت انه نضوي على اللي عم بيصير معك. ان شاء الله نرجع نشوفك هالمره. بدك عم مفاجأة. شو هي المفاجأة؟ يلا 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 قلت لك انه حنعمل انه شيء لاول مره بلبنان، انه بنايت كلاب حينعمل انه فتره 5 دقائق يكون بين فتره الفنان وفنان، نطلع على الستيج نعمل شو، ويكون لاول مره يعني شو انه شو مش انه انت طلعت قصيت بس انا انه انت حاضره شويات اللي بعملهم بال على الموتوسيكلات على ينعمل شو بطريقه 5 دقائق هيدي بين فنان وفنان قريبا عم بلش يعني قريبا عم بلش نحضر. حبينا تكون سكوب عنديك لانه اكيد نحن يعني تلفزيون مستقبل حبيبي كلك ذوق. نحن اول شيء بنتمنى عليك بنتمنى لك كل الحظ. ان شاء الله نكون نحن متواجدين بهي السهره. انا ناطره تعطيني خبر اكيد رح نعطيكم خبر لانه لانه شغله كثير مهمه وبين فنان وفنان يعني تقريبا عارفين شو الاجواء. لا انه لاول مره بصير انه هيك تعمل شو دغري لمحه رح تاخذ حدا من الببليك رح تاخذ حدا من الببليك مش غلط. اوكي تري بيان تحضروا يعني اذا بتحبوا تعملوا. ميرسي كثير لك جون. لا تعرفوا وين بدكم تكونوا ايه واي ساعه. على كل نحن بنعطيهم نبقى ان شاء الله ديت اللي بدها تصير فيه هذا الايفنت. مبروك كمان مره جون، اهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير لكم. لما ميرسي لالي. ميرسي ميرسي ثانك يو جون. شوفك اهلا. ثانك يو لكم. اهلا وسهلا فيك. خليكم معنا مشاهدينا كمان مره بريك وبنرجع نتابع. نرجع حتى سوا نتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح ومحطتنا التالية هي مع كندا بأرض ورد. كندا صباح الخير. صباح الخير غادة. ما تعرفينا على ضيفتك. أكيد أكيد. نقول صباح الخير لدكتور مجدة بوداغر خرات. صباح الخير. صباح الخير بوداغر. حضرتك رئيسة قسم العلوم الطبيعية بكلية العلوم جامعة القديس يوسف، واليوم غادة رح نحكي عن موضوع كتير حلو وكتير مهم كمان. نحكي عن طبيعتنا بلبنان، كيفية الحفاظ عليها. رح نحكي عن نبتة أو نوع من الأزهار يلي هو نادر وموجود بلبنان، موجود بس بلبنان،
وعم بلش نشوفه بهالوقت من السنه، هيدا الطقس يلي دائما بنتغنى فيه انا وياك وبنقول بلشت تزهر الدنيا، بلشت تزهر، بلشنا نشوف هالنوع من الازهار. بس بلبنان عجبتني كثير الجمله، حبيت. رح نتعرف اليوم عليه اكثر تنعرف كمان هالثروه يلي عنا قديش قيمتها ونعرف نحافظ عليها. بدي ارجع رحب فيك دكتور بوداغر، رح نحكي عن السوسن او اللي بنسميها الايريس بمختلف انواعها، تعرفينا عنها وشو هي الانواع اللي موجوده بلبنان؟ صحيح موجوده بس بلبنان؟ هذا نوع من النباتات الموجود بس في لبنان بنسميه النباتات المستوطنه او البلانت انديميك. في عندنا تقريبا شي 100 نبته موجودين بس في لبنان، يعني اجمالا بيحملوا اسامي لبنانيه، يعني مثلا ايريس سوفرانا مثل صوفر، ايريس كسروانا لكسروان، ايريس سدرتي للارز، دونك اجمالا بيكونوا عندهم اسامي هيك. وهودي مش كثير من العالم بيعرفون، بيعرفوا انه هيدي ثروه طبيعيه عندنا اياها ونحن لازم نهتم فيها. هلا نحن عم نحكي عن هالانواع، رح كمان يقطعوا قدامنا لحتى نشوفهم نتعرف عليهم، نتعرف شو هي الزهره الحلوه. بس تشوفي غدا انه وقت بنحكي اسم لاتيني بالفقره مش ما له دليل، يعني اكيد دليل على منطقه او على أو اسم الشخص يلي اكتشفه. طبعا صحيح. هلا انه هذه الايريس اللي بيشوفون اكيد الاشخاص اللي عم يحضرونا هلا حيقولوا يي ما شفتها. الفكرة انه النبتة النادرة او الموجودة بس في لبنان ما بتحمل الاتيكيت بتقول انا موجودة بس هون، هذا نحن شي مفكرينه انه المفروض كل العالم يعرفوا هالمعلومة الشائعة انه هيدي النبتة نادرة او بس مستوطنة بلبنان، لانه على طول بيشوفوها كل يوم بجنينة وبتطلع لوحدها. صح. لانه هيدي طبيعتها بتطلع لوحدها، بس العالم ما بتعرف انه موجودة بس مثلا بمنطقة كسروان مش موجودة بمنطقة ثانية، او بس بجنوب مش موجودة بمحل ثاني. مثلا السهرة عم نشوفها هلا هي ايريس كسروانا موجودة بمنطقة اهمش، منطقة كسروان اجمالا، بس بهالمنطقة. الاشياء الموجودة بجنوب بتكون صنف ثاني موجودة تحت نوع ثاني. مش بس انا اسأل سؤال بس هون حتى نقدر بعدين انتم تفسروا اكثر، يعني اذا اخذنا النبتة اللي هي سبيسيفيك لكسروان جربنا نزرعها بمنطقة ثانية معناتها انه ما بتعيش؟ اوكي هلا رح نحكي، يعني هيدا بس انا سؤالي مشان هيك عم بتسبق يعني. سوري. لا قلت لانه هي عم بتشدد على الموضوع انه هي كسروان، هي جبال، هي جوان، هي بتطلع طبيعيا يعني لها مئات الاف السنين، ملايين السنين بتطلع بهيدي المنطقه، والبيولوجي تبعها بتخليها تكون محدده بهالمنطقه. اكيد يمكن بنشيلها بنعيش اذا لقيت نفس العوامل الطبيعيه بغير منطقه بتعيش فيها. هلا رح نحكي بالتفصيل شو عم نشوف هلا. هون زهرتين هن ايريس أنتي ليبانوتيكا موجودين على السلسلة الشرقية بين لبنان وسوريا. أوكي. وموجودة بس بهذه المنطقة كمان. لونهم حلو. أوكي. كتير حلو قلبي. أوكي. هلا رح نفسر لغادة ولكل يلي عم بيحضرونا كمان ليش موجودين بمناطق كتير محددة، مناطق جغرافية صغيرة ومحددة، وليش مهمين هالنباتات، يعني شو أهميتهم. لحتى صار لك سنين دكتور بوداغر عم تشتغلي على هالموضوع، أكيد لأنه شيء كتير مهم، بتخبرينا اكثر شو اهميتهم؟ اكيد. هلا الاكثر اول شيء بيجذبوا فيه انه هي نبته كاريزماتيك، يعني في نبتات زهوره صغيره او عندها اهميه يمكن للاكل او للميديسين او الفارماسي، بس هيدي ما عندها اهميه لحد هلا، مش مكتشفين انه عندها شيء كثير مهم، منافع كثير قويه. موجوده بالطب العربي القديم بيستعملوها، بس منا اليوم نبته عم تستخدم للطب مثلا. بس بالطبيعه كثير حلو انت وماشي تقشع زهره كثير كبيره، زهرتها تقريبا قد الايد، يعني مثل كانها زهره مشتريها من عند الفلوريست، موجوده بالطبيعه بتطلع لوحدها، يعني المشهد تبعها كثير حلو. نحن بنسمي هذا نوع النبات امبلانت كاريزماتيك، انه بتجذب. بس مش بس شكلها حلو، الحلو فيها انه عندها خبريه وراها، وهذا الشيء بخليها موجوده بس بمناطق محدده. او فات نحن بنعرف انه الازهار بتتكل ايامات على النحل انه ينقل البولين من زهره لزهره لحتى يصير في تلقيح ويطلع صحيح. البذور. صحيح. هيدي النبته عندها بقلب الفلور تبعها مثل تونيل، ثلاثه تونيل. لحتى نسهلها كمان رح نشوف جبنا صور معنا بيقدروا كمان لنقدر نشوف ونتابع كيف الدوره الحياتيه كمان لهالزهره وكل الاشياء الثانيه المتعلقه فيها كمان. وهون عم نشوفها كمان هيدا ميل من الزهره، بنشوف هيدا النقطه الغامقه وهيدا تونيل غميق لجوا شي 3-4 سنتيمتر، بفوت بقلبه النحل البري، بس مش لينقل الرحيق، بفوت هو ليتخبى من الشتاء من الهواء او تيقضي الليل. لو بفوت لجوا اذا كان المحل ماخوذ فيه دجا حدا سبق عليه، بترجع بتظهر وبتروح على زهره ثانيه. بفوتتها وزهرتها بتحمل على الوبر تبعها البولين من زهره لزهره، وهيك بتصير عمليه التلقيح.
بما انه المنطقه غامقه لونها غامق، اول ما تطلع الشمس الصبح بتدفي هيدا الكولوار، هيك بيدفوا جوانح النحله بتظهر لتبلش تشتغل ابكر، وهذا بيعطيها افونتاج. اوكي دكتور، اول ما تصير الخطوات وحده وحده كمان على اول ما تصير عمليه التلقيح بتدبل الزهره اللي اصلا ما بتعيش كثير وقت طويل، وهون الباز تبعها بتحمل البذور. هلا هون البذور عندهم كمان قصه تانية، بعد شي جمعتين او ثلاثه كل بذره الموجوده بقلبها في عندها مثل انه فيه ليبيد، فيه سبستانس بحبوها النمل، هي غذاء للنحل الى النمل باردون. دونك بس يوقع هود البذرات على الارض، هلا عم نشوفهم على الصوره، بيجي النمل بيشوف انه هيدا غذاء له، بياخده وبيخبي. دونك بتاخذ البذره عن وجه الارض وبتاخذها بتنزلها لتحت الارض، بتخبيها كغذاء لها. مزبوط، وبس تاكل هي البارتي البيضاء اللي عليها هيدا لانه الابيض، بتترك فريخ البذره. ايه. ما بتفرخ البذره، بتترك البذره حاضره للبذره. مزبوط. وهيك مثلا ما بياكلوها الباقي الحيوانات، بيكون دجا موجوده تحت الارض ومخبيه وماشي حاله بتفرخ لوحدها. وبما انه النمل مش مثل العصافير او الويويه بياخذوا البذور لمحل كثير بعيد، بتضل جيوغرافيك ما محدد النبته بزون معينه، هيك ما بنلاقيها كثير محلات. ايامات بوبولاسيون كامله بتكون موجوده على 800 متر 1000 متر من الارض. اوكي، يعني هيدي شفتي قصه كثير حلوه، وبتفرجيك قديش الاشياء مترابطه ببعضها بالطبيعه. يعني هون عندك في حياه النحل البري متعلقه بهالزهره، متعلقه كمان بنشاط النمل يلي هو موجود تحت الارض لحتى يصير في عندك وترجع للزهره. كثير مهم انه نعرف هودي المعلومات لحتى نعرف مثلا انه اوكي بدنا نحمل ايريز، فينا نحمل ارض ما نخلي حدا يقرب، بس اذا جيت حدا عم نستعمل مثلا بيستيسيد عم نرش كتير أدوية بيقتلوا النحل ما بيجي، ما بيصير كل هيدا السايكل، فما بيعود فيها الزهرة. مزبوط. يعني ما بيعود على مدى طويل ما بتعود تتجدد. هل هي عم بتخف؟ يعني هي عم بتخف لأنه كانت موجودة أكتر شيء، التهديد عليها جاي من العمار بالمناطق الجبلية أو مثلا بيحولوا الأرض لأرض زراعية بينقبوها كلها سوا، بس الوعي عم بيصير أكتر. واليوم حددنا هيدا المعلومات اللي عم نحكي عنها، وحددنا كل زهرة وين موجودة، واحسن حمايه لها هي الاشخاص اللي عايشين حدها يعرفوا قيمتها، لانه هن اول صحيح. عالم بيكونوا على يعني تماس مع هالنبته. اشتغلتي حضرتك على كمان هل يعني هل زهره بمعنى انه كيفيه الحفاظ عليها، بانكم عملتوا الشيء اللي بسموه المايكرو ريزيرف او محميات صغيره الحجم لحتى تضل موجوده بمناطقها. اول شيء بس حب اعرف، قلتي اول سبب هو العمار يلي بخليها تكون مهدده، في اسباب ثانيه كمان؟ سبب كمان حكيت عنه مثلا اختفاء النحل البري باستعمال المبيدات بطريقه عشوائيه كرمال الاراضي الزراعيه اللي حدهم، وفيها كمان تكون بوقت كثير طويل كانت القطف، يعني عالم بيشوفوا زهره حلوه هنا عم بتمشي يقطفوها يحطوها بمزهريه، اوريدي بتعيش يومين او ثلاثه ماكسيموم، دونك دغري بتدبل، دونك منا هي زهره حلوه بارضها محل ما هي موجوده. بس بتكوني حرمت النحل من هال البيت يلي عم بينبشوا عليه هن. الزهرة نحن بلشنا ندرسها من 2004 2005 بمنطقة إهمج، يمكن عم ندرسها بكل مناطق لبنان كل زهرة وين موجودة. في نهار وصلنا على منطقة إهمج وشفنا انه الأرض اللي عم نشتغل عليها البوبولاسيون مارقة طريق زراعي وجرفتها، وكون عملنا قلنا القيامة وبلشنا انه ولو كيف وهيك، فالشخص صاحب الارض شو بكون شو صاير؟ قلنا له، قلت انا هيك انا كل حياتي بشوفها هيدي النبته. نعم. منه عارف انه هيدا شيء موجود بس بارضه بس بهيدي المنطقه. دونك هون حسينا انه المسؤوليه رجعت علينا نحن، انه نحن معنا الانفورماسيون وما عم نخبر، فهون بلشنا نشتغل على شق مش بس الجينيتيك باللابوراتوار، بس كمان على الارض لنحافظ على هالتراث الطبيعي اللي عنا اياه. وبلشت هون فكرة المايكرو ريزيرف أو إنشاء المحميات الطبيعية صغيرة الحجم كرمال حماية هيدي النباتات. فأخذنا أكيد ما أكار من البلدية يلي كانت كتير متجاوبة، وحتى أشخاص الأراضي لأنه موجودة على أراضي عامة مشاع وعلى أراضي خاصة. والأشخاص كانوا كتير متجاوبين، يعني بس فسرنا لهم السايكل اللي هلأ خبرتكم إياه، كمان كانوا كتير مبسوطين وحسوا حالهم براود إنه فخورين هيدي النبتة إنه الله حتى عندهم، يعني شيء كتير مهم.
وكانوا كثير متجاوبين، وهذا الشيء تم كمان باتفاق مع وزاره البيئه يلي هي اوننت هيدا الشيء وعملته، مثلا يا سيت ناتوريل انه منطقه طبيعيه او محميه طبيعيه مثل بمنطقه سردا يلي موجوده على وقف الجنوب بجنوب لبنان على وقف للكاثوليك. دكتور بداغر، اذا كان هلا لانه احنا عم نقول هلا الموسم لزهره السوسن، يعني هلا بنشوفها بالطبيعه وبنشوف بركه كثير ناس عم تطلع وعم تعمل مشاوير بمناطق جبليه، شو بتوصيهم بس يشوفوا هالزهره يعني ياخذوا احلى سيلفي معها؟ اوكي سيلفي يتركوها مثل ما هي. لانه احلى محل فيها تكون موجوده فيه هي بيتها، يعني هلا بنعرف نحن قصه المهجرين وهيك، يعني اذا بياخذوها ولو اخذوها مع البصله تبعها وحطوها محل ثاني عم يحرموها من البيئه تبعها، عم يحرموها من يعني كيكه نبته حتضل عايشه بس ما حتتكاثر، يعني قد ايه بدها تعيش 10 سنين 15 سنه ماكسيموم مع البصله تبعها، بعدين اذا ما في حدا جيرانها وما صار في ما في نحل اتسترا ما في كل البيئه حترجع. يعني اذا حدا فكر انه ياخذ اي جزء يزرعه بحيالله محل ثاني بده يكون في كل هول التفاصيل، النحل صحيح. والنمل والهيك، يعني ما بيقدر يقول انا بزرع خمسه سته ورح يضلهم عندي، صح؟ 100% يعني هو كل الايكو سيستم هو يلي مهم لحتى نضل محافظين عليها، فاذا مثل ما قلتي احلى سيلفي مع هي بعثوا لنا اياها على الويب سايت. بدنا نذكر كمان انه بيقدروا يبعثوا الصور وكل هالمعلومات هيدي بيقدروا يشوفوها على الويب سايت يلي هو www.lebanon-flora.org، كل هالمعلومات يلي بحب يعرف اكثر او يلي بحب مثل ما قلنا يبعث صور اذا كان شاف هالزهره بالمناطق اللبنانيه اللي هي متعدده ومتوزعه على كل الاراضي اللبنانيه. بختام هالحلقه بدي اقول لك ميرسي كثير دكتور مجدة، ميرسي على هالحلقه الكثير حلوه وكثير هيك يعني بتشوفي قديش طبيعه غنيه. هلا انت فينا تحضرونا بقول لك يمكن هي انا بارضي او انا كذا كان عنا هيدا الشيء ما عارفين شو هو. وهيك ان شاء الله على طول بنقدر نضل يعني نحافظ على هالثروات يلي هي فعلا ثروات لا تقدر موجوده عنا بلبنان. ميرسي كندا انك عرفتينا على هالزهره، واكيد دكتور مجدة. خليكم معنا مشاهدينا، بريك وبنرجع منكم. وين حقك هي محطتنا التالية اليوم بعالم الصباح، ورح منتابع نحن وياكم نحكي عن سرعة حقوق الإنسان يلي بلشنا فيها بسلسلة كتير طويلة، اليوم نوصل إلى آخر محطة فيها. المحامية إقبال دوغان، صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني استعرضنا كل مادة بمادتها بهالسرعة يلي بتأمل انه المشاهدين كمان يكونوا تابعونا فيها وعرفوا شو اشياء يلي إلهم حق فيها حتى تقدر تتطبق بالنتيجة ونطالب فيها اذا في اشياء بعد ما نحن بمقدمة دستورنا موجودة ملتزمين بالسرعة حقوق الانسان وكل المواثيق الدولية. عظيم. بعد عنا ثلاث نقاط بدنا نحكي عنهم اليوم، 28 29 و30. تفضلي من عندك، رح نتوقف مع المادة 28 بتقول من حق كل إنسان أن يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق في ظله جميع الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان تحققا كاملا. فإذا هيدي المادة بتعطي للإنسان ليقدر ياخذ هالحقوق لازم يكون عنده دولة في ناس هن بتعرفي كان بهديك الوقت مقسومين العالم لقسمين، الشرقي اللي كان مع الاتحاد السوفيتي والغربي اللي للحر وهديك للدولة، فكان كل واحد يشد من جهته انه بدهم دولة ديمقراطية شيوعيين، هوليك بيقولوا لا الدولة المجتمع لازم يكون بكله ديمقراطي. وكان لشارل مالك اللي هو دكتور شارل مالك اللي هو لبناني العريق
كان له دائما هو يلي كان يوثق بين اثنين ويعطي الـ 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 الصوت المنيح. فهيدا اخر ماده بتحكي عن حقوق الشخص كيف لازم يكون بدوله هي كمان عم تحقق له فيها نظام بحقق له هيدي الحقوق يلي نص عليها ال 28 ماده. بينما المادتين الباقيين هولي اجوا العكس يعني ليقولوا ايوه خلينا نقراهم لنفهم ليش العكس. تفضل. على كل انسان ماده 29 واجبات تجاه الجماعه التي فيها وحدها تتاح له التنميه الحره والكامله لشخصيته. فاذا هو عم ياخذ هالمجال انه يكون حر وفي تنميه لشخصيته وفي حريه للراي وفي حريه للعمل وفي حريه للتنميه مقابله كمان عليه واجبات تجاه هذا المجتمع. هذا اللي عم نقوله العكس. وشو بيقول الفقرة الثانية؟ يخضع كل إنسان في ممارسة حقوقه وحرياته فقط لتلك القيود التي يقررها القانون، مستهدفا حصرا تأمين للاعتراف الواجب بحقوق الآخرين وحرياتهم واحترامها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاق. يعني شوفي هيدي الأخلاق والنظام العام والرفاه العام في مجتمع ديمقراطي. كانوا بدهم اياها دولة ديمقراطية ناس، فرجعوا اتفقوا انه لا مجتمع ديمقراطي ولكن العادلة. ليش عم يقولوا له انه نحن بنعرف كلنا وكنا نعرف لما كنا بالمدارس يعلمونا انه حريتك بتوقف عند حرية الاخرين. فاذا انت بالمقابل عم تاخد حريتك ولكن بدك تحترم حرية الآخرين وتحلم مجال أنه كمان هن ياخدوا حريتهم ويشتغلوا بالتنمية ويكون عندهم رفاه بمجتمعهم. وبهالوقت هيدا أنت ممنوع تقدر بدك تتبع دايما الاحترام للأخلاق وللنظام العام وبدك تتأيد بالقوانين اللي بتنحط لهالدولة هيدي بشكل أنه بتعطيك حرية لك ولكن كمان بده يكون في حرية للآخرين. هيدي تاني بند بال 29. في ثالث بند بيقول لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق والحريات خلافا لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها. يعني مثلا ناس اجوا استفادوا من الحريات ورجعوا عملوا، وهون كان اكثر شيء لان طالعين من الحرب العالميه الثانيه كان بدهم يمنعوا قصه النازيه والفاشيه والى اخره. فشو عم يقولوا انه هالحريات اللي متاحه مش ممنوع باي شكل تستعمل خلاف لمبادئ الأمم المتحدة انت تستعملها ضد البشر ضد الحريات ضد الأيضا. هيدي بيقولوا هالمادتين 29 و30 هي المحصنتين لكل المبادئ الأولانيات لأنه هي عم تحدد إطار لقلن أنه ما في حدا يتخطى هالمبادئ هيدي. مثل مثلا تجي شي منظمة تستفيد من هالحريات تقوى وتصير تشتغل ضد الحريات الباقية أو ضد الديمقراطية أو ضد النماء أو ضد الآخرة. هيدول هن الثلاثين مادة اللي حكينا عنهم. لا هولي في هلأ هيدي المادتين الاخرانيات او هي بيعتبروها الجيل الثالث من الحقوق لان الاول وحده الحقوق السياسيه، ثاني وحده من الحقوق قصه العمل، ثالث وحده من الحقوق هي التنميه البشريه اللي بلشوا يحكوا فيها تكون موجوده لحتى تتناسق كل القضايا. هلا يعني كثير ناس بيقولوا وين انه وين نحن من شرعه حقوق الانسان. نحن عاملين هدف، هيدا الهدف هو فوق قد ما فينا. اي دوله بتتقدم اي مجتمع بيتقدم نحو هالهدف بيكون يعني تقدم نحو شرعه حقوق الانسان. لو ما في مثلا بكل البلاد العالم لو في دستور، هالدستور هو بحط المبادئ الاساسيه لهالدوله. فاذا لو ما موجود كيف بدك تقيسي انت الخلافات او شو عم يصير؟ بدك تقيسيهم بهيدا الدستور. بيقول مثلا هيدا قانون مش دستوري لانه هو الاساس اللي بحط. مثل هون هيدا شرعه حقوق الانسان حطت الاساسات
يلي على أساسها لازم البشر يتعاملوا مع بعض. فصاروا كل ما فترة يطلعوا يلاقوا فيه حقوق جديدة، مثلا قضية التنمية، الأمن، السلام، البيئة، حقوق الجامعات. البيئة قديش يعني صارت هلأ بتعتبر من ضرورات وأهمية، عم بيعملوا مؤتمرات عالمية تحت مؤتمرات عالمية بيقولوا لك الأرض عم تزيد الحرارة فيها كل فترة. صح. يعني زيادة الحرارة بتدور بالمحيطات بتغرق الأرض كلها، يمكن هيدي يوم لأيامة بيصير هالشي ما بعرف. فمشان هيك لازم العالم كله وخصوصا العالم المتقدم وفي اتفاقيات مشان الحد من البوليوشن تبع المصانع وتبع النووي، ولكن ما حدا عم يرد. يعني نحن بلادنا بلاد معترة مثل ما بيقولوا، لأن نحن ما عندنا هالصناعات. بس هو يعني بالنتيجة كل شخص بيأثر بهالموضوع. أكيد أكيد. ولكن يعني من أنك تكب أنينة مي بمحل غير محلها إلى أن تكون عندي مصنع عم بيعمل. ولكن يعني هيدي كتير ضرورية والناس هي اللي بتعملها، ولكن كمان الاختبارات الذريه والمفاعل والى اخره هيدي كمان عم تاثر تاثيرات كثير كبيره، وبدليل انه امريكا لحد هلا ما وافقت على الحد من هيدي الاشياء النوويه. لانه كل حدا خايف على حاله، كل حدا بيقول بركي انا استعملتها، وكل حدا بس بالاخر الارض كلها سوا مثل ما بيقولوا انه انا وجاري وين بدي اهرب، انا وياه من نفس المحل. يعني كل العالم بالاخر بده ياكلها، مش منطقه لوحده. مش هيك لازم العالم كله ينتبه. وانا كثير حضرت مؤتمرات بهالخصوص على كل الاتفاقات هلا الدوليه اللي عم بتصير، ولازم يطبقوها فعليا، لانه بالاخر يعني الخطر حيجي على كل الناس وعلى كل العالم، يمكن لالهم بيجي اكثر كمان. صح. يلي موجود من بمنطقه طبقه الاوزون يلي مفتوحه والى اخره، كل هيدي عم يعالجوها هلا جديد. صاروا بقضيه التنميه بقضيه السلام والامن. طيب يلي عم ينزاد هلا جديد عم يتلاحق حسب الهيدا، بس الاساس يلي حكينا عنه يعني على مدى 11 12 حلقه هيدول، فينا نقول نسبة الدول يلي اليوم عم تتأيد بشرعة حقوق الإنسان نسبة في كبيرة مش فوق 50%، أقل من 50% يلي عم تقدر تطبق كل هالأمور. يعني في إذا بدك الإليت تبع الدول بس يلي ليك حتى الدول النامية في كتير بعضها عم يطبقوا عم يطبقوا. مثلا أمريكا الجنوبية بالأساس كان فيها يقولوا يعني دول الموز، هلا صار في كثير نهضه، يعني في دول عم تتقدم. للاسف انه نحن دولنا بالمنطقه العربيه عم تتاخر، يعني عم تتاخر. احنا عم يلهونا بكثير من الحروب ومن النزاعات اللي ما لها عازه واللي من النزاعات، ونحن كمان لازم نوعى على هالشيء. ولكن في مثلا في المناطق اللي مثلا اللي طلعت من الاتحاد السوفيتي كمان عم يعني في محلات عم يتطبق فيها، مش ضروري بس الدول الاوروبيه مثلا نامية دول الاسكندنافيه، ولكن هولي الزبده اللي بيستعملوا فيها حقوق الانسان ان الدول 100% الشمالي يعني هولي المتقدمين اكثر 100%. ما بعرف ليش ما دائما هيك من قلدهم، ما بعرف ليش، مع انه نعرف انه موجودين بنقلدهم ومنعرف بالشيء اللي ما ضروري اللي مش ضروري. والشيء برخليات حقوق الانسان احترام البشر احترام راي العالم هذا لسه ما قدرنا عليه. هلا الماده 30 بتقول لا شيء في هذا الاعلان يجوز تاويله بحيث يستفاد منه اي حق لاي دوله او مجموعه او انسان في مزاوله اي نشاط او في اداء اي عمل يبتغي هدم اي من الحقوق والحريات المبينه هنا. بقى هني مثل ما قلت لك هول المادتين الاخرانيات هن يلي بينظموا انه شو حقوق المجتمع على الانسان، والدوله كمان هي ما لازم تكون كمان هي ضد الحريات تسيطر ويصير في قمع. هيدي الماده الاخرانيه يلي وضعها هو كمان دكتور شارمينك، يعني هو له كان الايد الكبرى بكل هذا الاعلان، ونحن بنفتخر انه لبناني وانه اشتغل بهالشكل. وقال بالاخر نختم فعليا يفتش الاحرار عن الاحرار في كل زاويه من زوايا الكون، وحين يجد بعضهم بعضا ايا كانت فوارق اللغه
والعصر والتراث والجنس والدين، يعني عم يقول كمان بحقوق النساء مثل الرجال. فكأنهم وجدوا الله في وجوهه. دكتور شار مالك، فنحن نتمنى انه على القليل يعني بلبنان الحمد لله في حرية رأي، ولكن في نظام يعني ان شاء الله منحسنه بيصير مواطن مش منتمي لطائفة الى اخره، الى حد ما يعني في عنا شوية من حقوق الانسان شوية، ولكن لا ما فينا نقول انه نحن عنا قمع كلي، نحن عنا كمان مجتمع وقيم وهيك، والمجتمع الذكوري اللي بنحكي عنه يعني هيدي المواضيع، بس ما فينا نقول صح، ما فينا نقول انه دستورنا بيقول قمع حريات او ممنوع حدا يتعاطى بالسياسه او يعبر عن رايه ودينه والى اخره. اكيد ملتزمين بكل بشرعة حقوق الانسان بكل الموازين الدوليه، المواثيق الدوليه وبالمواثيق العربيه بجامعه الدول العربيه، فنحن بمقدمة الدستور وبالدستور نفسه هيدي كلها مركزة. مشان هيك فينا ندعي وين ما يعني وين ما انتهكت هذه الحقوق، فينا كنحن لبنانيين نروح ندعي بالقضاء وناخذ يعني حقنا. ويمكن هلا في تجارب من هالنوع، بس انا بقول لك في كمان شوية ناس مثلا بينحطوا بالحبس بدون محاكمات، وهيدي يعني ما لازم تكون نقطة سوداء بتاريخ لبنان، لأنه كل إنسان له حق بمحاكمة عادلة. طبعا هيدا من أهم حقوق الإنسان هي القضاء والحقوق العادلة بين الناس، كل واحد يوصل له حقه. هلأ استحقاكم نرجع إلى موضوع المرأة المقبل الانتخابات النيابية، المرأة تدعم المرأة بالقليلة إن شاء الله. نحن هيدا اللي عاملين لحتى نوصل، في عنا عدد كتير كبير تقدم من السيدات مش كتير كبير، بس هلا يعني نسبة إلى إذا ما طلع على للسنين اللي قبل أكيد كتير كبير، 100 وشوي يعني. إنه في كتير صبايا اضطروا إنه ينسحبوا لأنه تمارس عليهم ضغوطات كتير كبيرة، وهيدي لسه لهلا موجوده خصوصا بالمناطق البعيده، مع انه النساء هونيك يعني مثلا بعكار 5 نساء عاملين لائحه لوحدهم، وبال ده بيقولوا بعلبك الهرمين 2 نساء كمان نازلين بالنسبه، فاذا يعني انه النساء بلبنان يكونوا موجودين اكيد وقت اللي بدهم يشتغلوا بيعرفوا بيشتغلوا. ما يجي مين مكان يجي المرأة القوية المناضلة يلي حتفوت على المجلس تعمل له قيمة زائدة، قيمة إضافية أكيد. مش بس أكيد. مشان قضايا المرأة ومشان قضايا الوطن، الوطن ككل. أهلا وسهلا فيك، نشوفك الله راد بركي أسبوع الجاي. خليكم معنا مشاهدينا، نحن وياكم فورا رح ننتقل لعند الشيف حسين مزيد من التحضيرات بمطبخ عالم الصباح مع ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن بأول فكرة حضرنا أنا وياكم كوكيز بالشوفان، هالطبق الكتير طيب، العجينة صارت عنا جاهزة بعد ما فوتناها على البراد، حطيناها بالبراد تقريبا حوالي الساعة لحتى تمسكت عندي العجينة. قبل ما نبلش بهالعجينة وقبل ما نبلش بالكوكيز، خلينا نحضر أنا وياكم وصفة الدجاج بالكاجو. الدجاج بالكاجو طبعا نحن في عنا صدورة الدجاج مسحبة قطعناها مربعات لازم ننقعها. طيب شو رح ننقعها؟ رح اجي اخد انا من صلصة الصويا، لكن رح ننقعها بالصويا بالاضافة طبعا للنشا، لكن في عندي صلصة صويا وفي عندي نشا، رح انقع فيها هالخلطة او الدجاج مع رشة فلفل اسود، ما بدنا نحط ملح لان في عنا صلصه الصويا مالحه. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه. طيب ضفنا صلصه الصويا، بضيف لها من النشا، كمان بنحط كميه من النشا، بنضيف فلفل اسود، لكن صار عندي دجاج مسحب، عم نحكي هون نحن عن كاجو او دجاج مع الكاجو. عنا صلصة صويا، عنا ايضا مثل ما شفتوا نشا، فلفل اسود، توم، او فيني اقليهم مع الخليط على النار او فيني احط معهم توم حسب ما انتم بترغبوا، بس طبعا انا بنصح يتقلى التوم مع البصل بناخد نكهة كتير طيبة. لكن هيدا الدجاج صار عندي الدجاج بهالشكل، ننقعه لاخر فقرة
باخر فقره من فقرات رشه ملح. طبعا رح نقلل الدجاج مع البصل مع الثوم مع الفليفله، ما بدنا ننسى طبعا الكاجو. طيب هول تبلناه هون الدجاجات، بنحطهم على جنب وبنروح انا وياكم بنكفي او ننهي وصفه الكوكيز. اوكي طيب، لكن مشاهدينا هذا الخليط صار جاهز. نجي على الكوكيز، بنغير كفوفنا ونجي على الكوكيز بالشوفان. هالكوكيز بالشوفان بالشوكولا، اول شيء بذكر المشاهدين حطينا خلاط كهربائي، حطينا فيه زبده، حطينا سكر، حطينا سكر اسمر وسكر ابيض، حطينا جبنه مرهميه، حطينا بيض، حطينا فانيل، بيكنج صودا، شوكولا، وايضا ضفنا جوز، شوفان وطحين. طيب هيدي هي العجينه، لكن مثل ما عم بتشوفوا هون انا بدي احط ملاحظه، قد ما فيي صغر العجينه لازم صغرها. ليه؟ لان فيها بيكنج صودا، البيكنج صودا تكبر عندي، لها سبب بخلي انا مسافه بالصينيه طبعا على ورقه زبده بين الوحده والثانيه، لكن بعملها بشكل بول مثل ما عم بتشوفوا، وعم بحطها بالصينيه ببعدها عن الثانيه، برجع بخبركم بالفرن بدها ترفخ عندي لان فيها بيكنج صودا، وبدنا ننتبه نحن وعم نحطها كمان بالصينيه. هون اجباري نحطها على ورقه زبده لحتى ما تلزق عندي حبه الكوكيز بكعب الصينيه. الفرن عندي حامي على حراره 180، جاهز الفرن لحتى فوت هالوصفه، لكن بضل في عنا باقي الوصفات، البروكولي سلقناها، المعكرونه مسلوقه بخبركم عنهم بعد شوي، وما تنسوا الساعه 12:30 بنبلش نتلقى اتصالاتكم مباشره على الهواء. هلا بالعوده لك غدا وكارمن. مرسي شيف حسين. طبعا كارمن بلشت انضمت لنا بالاستوديو وعم بتحضر حالها، من بعد البريك رح نرجع ننتقل لفقرتنا مع زودياك وناخذ اتصالاتكم مباشره على الهواء. نرجع على استوديو عالم الصباح لحتى نتابع فقراتنا ومحطتنا التالية هي فورا مع كارمن ضمن زودياك. فيكن أكيد بلشوا تتصلوا فيها هلأ مباشرة على الهواء. كارمن من صبحك بالخير مرة تانية. صباحكم بألف خير. صباح الخير غادة، صباح الخير للشيف. اتصالاتكم مباشرة على الهواء ابتداء من هاللحظة. لا بينما يوصل اول اتصال راح اخذ اول ايميل من عبير 30/11/89. عبير عطيتني ساعه الولاده 7:30 صباحا، وعبير عندها سؤال محدد اللي هو عن العمل عن الشغل، مش قالت لي تفاصيل الشغل اذا هلا مبسوطه منها مبسوطه، لكن بدها تعرف سؤالها المحدد هو عن الشغل. فلانه عندي ساعه ولاده هذا شيء كثير 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 مهم، دائما لما بكون تعرفوا تفاصيل اكثر وبدكم اجابه دقيقه لا سؤال محدد بدي ساعة الولادة. هلا بالنسبة لك في عندك، شوفي هالمجموعة الكواكب اللي كلها محطوطة حد بعضها مثل ما انك شايفة، مقسومين بين برجين القوس والجدي، وفي عندك طالعك لأنك أعطيتيني ساعة الولادة القوس. شو معناتها؟ في عندي اثنين كوكبين موجودين ببرج العقرب. هالاشياء اللي شايفتها انا قدامي بصراحه انا شايف اشياء كثير حلوه، لكن الباسي الماضي اللي شايفته ما كان هالقد كثير حلو، ما كان هالقد مشرق، يمكن كان في عندك مشاكل، يمكن مشان هيك عم تسالين عن موضوع الشغل. لو عطيتيني سؤال محدد كنت قلت لك اذا زعلانه منك مبسوطه مرتاحه حابه تبقي، لكن انا بقول لك انه التغييرات اللي انت مقبله عليها رح بتكون كثير كبيره، كتير كبيرة وكتير حلوة، وحتى في عندك بدك تحضري حالك لهالتغيير قبل ما تخلص السنة وقبل ما يخلص فصل الصيف. بالنسبة لك في عندك مفاجآت مهمة جدا بين شهر آب وبين شهر أيلول سبتمبر، بدك تحضري حالك في نقلة نوعية مهنية. حتى لما بتخلص السنة بس لما نقرب لعيد ميلادك بدك تتوقعي انه انت عم تنتقلي من صفحة كبيرة ومهمة جدا، آخر وحدة كانت بال 2006، عم تنتقلي لمرحلة جديدة، عم تطوي صفحة من الماضي والصفحة الحالية وعم تنتقلي لصفحة جديدة. فحضري حالك. ناخذ ليا، تفضلي. مساء
الو بونجور. يا اهلا. بدي اسالك، انا مواليد 14/8/86. لحظه، 14/8/86 اي ساعه ليا؟ الصبح، بس ما انا كثير واضحه الساعه، قبل الظهر. قبل الظهر، اوكي. سؤال، السؤال اذا هل في ارتباط مع الشخص اللي انا معه، ام حتى اذا في زواج قريب ام لا؟ اوكي، شكرا ليا لاتصالك. كنت بتمنى يكون في ساعه صحيحه، ساعه دقيقه لحتى جاوبك، لانك عم تسالي سؤال كثير كثير محدد. بهيك حالي ما كثير فيني انا طبعا اوثق. انا حطيت الساعه 10، انه قلتي لي الساعه 10 قبل الظهر، انه بالنسبه لعلم الفلك طبعا تفرق كثير. اللي بده سؤال، بده عنده سؤال محدد، بده اعرف ساعة، كل ما كانت قريبة على الساعة حقيقة الحقيقة كل ما كانت أحسن. تنقول خلقانين الصبح، إذا بتقولوا لي مثلا من الأربعة والستة فينا نشتغل، إذا بتضايقوا أكثر بين الأربعة والخمسة كمان بيكون أحسن. قبل الظهر يعني في عندي تقريبا أربع خمس ساعات فرق، هيدي بتعمل فرق كتير 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 كبير. لكن بهيك حالي شو فينا نعمل؟ لأنه في كتير الناس ما عندهم ساعة ولادة، وبالتالي بدي اشتغل على الكواكب فقط لا غير، بدي اشتغل على الكواكب. ومن مثل ما أنا شايفة موضوع الكواكب هون بيقول لي أنه الموضوع اللي أنا شايفته حذر، شايفته حذر، مني شايفة. هلا بتمنى أنا يكون أنه أنت عندك الأسندنت سكوربيو. ليه؟ لانه لما بيكون الاسند سكوربيو معناتها في عندك ايه، في تغيير كتير كبير بحياتك بوزيتيف انت منتقلي عليه. لكن بجميع الاحوال انا شايفه تقلبات كتير كبيره، ماني شايفه استقرار كتير كبير حاليا. خليني اقول لك شو القصه، وهالحاله رح بتضل مكمله معك تقريبا مكمله معك لشهر سبتمبر اكتوبر. انت نبلش شوف عندك انا استقرار، انا بشوف الاستقرار عندك باواخر السنه من نوفمبر وطالع، حتى في احتمال انه اخر السنه هي تكون الفتره المنيحه. اذا من هلا لشهر اخر شهر اكتوبر العلاقه مستقره، في احتمال انه من بعدها تنتقل الى شط الامان وتكمل. ناخذ اتصال من نانسي. تفضلي يا نانسي. الو بونجور. يا اهلا. ها، عينات عليك اول شيء. ثانك يو، عليك كمان. انا مواليد 16/12/99. 16/12/99. الساعه 10:05 الصبح. 10:05 صباحا بلبنان؟ نعم. نعم، والسؤال؟ بس بدي اعرف عن الدراسه وعن الارتباط وعن المستقبل والعمل. اذا في مجال. والمستقبل والعمل والزواج والارتباط والدراسه، كل شيء. اوكي، شكرا نانسي لاتصالك. هلا الاول شيء الحلو انه نانسي اعطتني ساعه ولادي 10:05، يعني ساعه كثير كثير دقيقه. انا بالنسبه لي شيء كثير حلو، كثير حلو انه اعطتني ساعه ولادي. اول شيء بدي اقول لك نانسي، انا خليني اطلع لانك اسئلتك عديده، معناتها بدك بشكل عام. انا هاي الخارطه كثير بحبها، لانه هيك فيني اشتغل، هيك فيني اعطيكم اخبار كثير كثير حلوه وكثير مميزه. اول شيء بدي اقول لك، انت شخص بالنسبه لك يا نانسي، بالنسبه لك انت شخص بتمنى بشغلك، ما بعرف انت بعدك يمكن صغيره طبعا، بتمنى انه بشغلك تكمل اول شيء بتكملي دراسه، بتمنى انك توصلي لدرجات عاليه بالدراسه. انت انسان نجمك كثير 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 عالي، كثير كثير مهم. بالنسبه لك في علاقات كثير حلوه مع اخواتك، مميزه جدا، بيكونوا كثير اصحاب لك. هذا اذا عم اشتغل على ساعه صحيحه. في عندك انفعالات احيانا كثير قويه، وانت احيانا بتكون شوي متسرعه. وفي عندي بالنسبه لك احداث كثير كبيره رح تدخل عندك بحياتك بهيدي السنه والسنه اللي بعدها، بيكونوا من اهم السنين تقريبا اللي عم تدخلي فيهم. وفيني اقول لك انه 2018 هي بدايه تغيرات هائله وحلوه جدا. مر عليكي صعوبات كثير كبيره، يمكن طالتك، يمكن طالت احد الوالدين عندك. انت من الاشخاص اللي بيسافروا، يلي بيعيشوا برا بلحظه معينه من حياتهم، وبس لما تعيشي برا انت من الاشخاص اللي حياتهم رح تضلها رايحه وجايه. وعم بحكي انا يمكن حتى يكون في عندك علاقه مع شخص عايش برا، او من غير كلتشر، من غير ثقافه، او يمكن يكون في عندك حتى
نوع من ما بعرف ليش هيدي السنة بتحمل لك كتير تغييرات كبيرة وبعتبرها كتير حلوة. السنة اللي جاي إذا بترجع بتتصلي فيني بأواخر هيدي السنة مني حابة كتير أورانيوس لما يدخل على البيت الرابع عندك معناتها في تغييرات عندكم عائلية. ناخد اتصال من جاكلين، تفضلي. تفضلي جاكلين. السلام عليكم. وعليك السلام. كيفك حبيبتي؟ أهلا وسهلا فيك، تفضلي. من فضلك ممكن أشوف لي لولدي؟ بدي تاريخ واحد، عملي معروف، اختاري شخص واحد. شخص واحد. نعم. زين، اسمه فؤاد، هو ب 26. نعم. 9. نعم. 1982. 82. أي ساعة؟ تقريبا الساعة 11 الصبح. وين؟ بيروت. نعم. سؤال، سؤال جاكلين. أيوة، بدي أسأل عن أموره لولدي، كيف حاله، كيف شغله، كيف أموره؟ عم يشتغل هلأ ماشي حاله ولا هلأ منه مستقر؟ لا عم بيشتغل الحمد لله. متزوج؟ أولاد؟ نعم، عنده ولدين. اوكي، شكرا جاكلين لاتصالك من الامارات. خلونا نشوف. انا ما فيني اكلمك عن نفسي بعد. عم باخذ بس، بعتذر منك، اتصال بس شخص واحد بكل اتصال. خلينا نحكي عن فؤاد. هلا اعطيتني ساعة الولادة لفؤاد، وهذا كمان شيء كثير مهم، شيء كثير حلو، لانه طالعوا عندي ببين انه هو القوس يلي بيقول انه فؤاد شخص، حتى عم تقولي لي حالته منيحة، انا بقول لك انه حالته بعد رح بتصير احسن، يبدو وكانه اذا في مشروع عم ينشغل عليه او في خطوة كبيرة عم ينشغل عليها، انا بقول لك انه هو عم بينتقل ورايح لمرحلة افضل، تقدم، نجاح، يمكن يكون في تغيير كتير كبير، يمكن عم بفكر ينتقل من مؤسسة لمؤسسة، يمكن هو شغله حر، يمكن حابب يأسس شيء، فبقول لك انه ايه هو من الاشخاص اللي في عندهم تغييرات كتير كبيرة، واول التغييرات رح بتكون تقريبا قبل ما تخلص سنة 2018، فيحضر حاله بس لما ندخل بشهر اكتوبر، يهلو الشهر يلي بيعيد عيد ميلاده، معناتها ببلش صفحة جديدة، بقول له انه في عنده انتقال الى مرحلة كتير كبيرة كتير مهمة، بتبلش تتطور بشهر اكتوبر، شهر 10، شهر 11 وشهر 12، وساعتها بتكمل السبحة. هذا كان بالنسبة لفؤاد. بعد عنا وقت، عنا اخر اتصال من جوزيف، تفضل. الو، يا اهلا. انا مواليد 26/3/1988. 26/3/88، اي ساعة جوزيف؟ صراحة ما بعرف. السؤال؟ السؤال انه بدي اعرف اذا قريبا رح يصير في قدامي شي شغل، لانه عم اقدم بس ما عم يبين شي. عم بتقدم على شغل؟ يعني ما حدا عم يرد علي خبر. نعم. بدي اشوف اذا قريبا رح يصير عندي شي وظيفة لاقدر اشتغلها. انت عندك شهادات؟ لا. ما في شهادات؟ ما في شهادات. طب اوكي، تابعني على الراد، على التي في، خليني اشوف انا شو القصة، وما عندي ساعة ولادة بالنسبة لإلك. خليني اقول لك شغلي، خليني اقول لك شغلي يا جوزيف، جوزيف هيدي اثنين ما بتطالك. طب رح اقول لك شغلي، اول شيء سنة 2019 سنة كتير مهمة، لأنه فيها تغييرات جذرية كتير كبيرة وكتير كتير كتير مهمة. يلي كنت بتمنى، ما بعرف ليش حتى أنت من الأشخاص اللي كان عندك مشروع سفر، ما بعرف يمكن وما أخذته أو ما قبلت فيه، هذا كان سنة الماضية، كان سنة الماضية ما بعرف ما أخذته، كمان كانت موجودة الفكرة أو الانتقال لمطرح تاني. نص دقيقة منيح بقدر أعمل بعد، لأنه ما عندي شيء لجوزيف، وعطلنا هم إنه لا عنده شغل وما حدا عم برد عليه خبر وما عنده شهادات لحتى يكمل فيها. هيدي 4 تورس. شو بدي أقول لك يا جوزيف؟ اللي بدي أقول لك أول شيء، تاني مرة بترجع تتصل فيني جرب تلاقي لي ساعة شوي قريبة لساعة الولادة،
انت فرجيني انت صغير بالعمر، يعني معقولة تقدر تروح حتى على المستشفى وتطلع الكارنيه وعليه ساعة الولادة وبترجع تتصل فيني؟ اللي بدي اقول لك في تغييرات منها هالقد سهلة حاليا، بمعنى انه يمكن اذا حدا رد عليك خبر يكون عم يرد عليك خبر لمسألة يمكن ما تكون طويلة، يعني مش انه وصلت للشغل اللي انت بتريده، اوكي؟ يعني بدك تعمل حساب انه في تنقل بهيدي السنة لبين ما توصل المفاجأة الحلوة اللي هي سنة الجاي، فهيدي السنة بدك تدولبها جوزيف، وبهالوقت بدك ترجع تتصل فيني بس روح على المستشفى وجيب وثيقة الولادة على ساعة الولادة بتكون رجعت تتصل فيني. هذا كان اخر اتصال لليوم، بدي اتمنى لكم نهار كثير حلو دائما برفقة عالم الصباح، وعودة لك غادة. يعطيكي الف عافيه كارمن، ميرسي لك على هالفقره. طبعا بعرف انه دائما بيكون بعد في كثير اتصالات والناس ناطره انه تقدر تحكيكي، بيقدروا يبعثوا ميل وحتى بيقدروا ينتظرونا الاسبوع المقبل مع الاتصالات، يرجعوا يقدروا يتصلوا فينا. بريك وبنرجع منتابع لليوم عالم الصباح. عالم الصباح بعده متابع مشاهدينا، وتانيا انضمت لنا بمحطتنا التاليه، اكيد حوار واكيد خلينا نحكي. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ بدنا نحكي بعد ونحكي، ضلنا نحكي نضل نحكي. انا بدي اسالك، السكوت من ذهب، هي ما بتمشي عنا. بنسكر التلفزيون وطريق. ما بتمشي عنا ابدا. ما فينا بنسكر في بيتنا. لا انا كنت اسالك، لما بتحسي حالك بحوار مع حدا وبتبلشي تحسي حالك عم تعصبي، شو بتعملي لا تستوعبي اللي عم بيصير؟ لان كل واحد منا عنده تقنيات. اكيد. شو بدي اعمل؟ يعني حسيتي عم يستفزك عم يستفزك عم يطلع طبقة صوتك وعم يطلع، شو بتعمل؟ هلا بخليها شوي تطلع. ايه هو مش غلط، برافو عليك. تطلع شوي، تطلع شوي، بيوصل الرسالة انك غاضبة. ايه انه انا غضبانة. انه بدها تطلع شوي بعدين انه ايه وبعدين يعني انه خلينا نوصل لحل لانه عم اوكي. يعني دونك بتكسري، بدك تكوعي شوي، تكسري. برافو. هيدا اللي بتعمليه، هيدا كومبرومايز كثير منيح، يلي هو بدي اكسر دائرة الستريس اللي عم تمشي، لانه هي يعني كم ثانية. صحيح. يا بتعرفي حالك انه رح توصلي يا مش يا رح توصلي لحل. صحيح. ما وصلتي لحل بهالثلاث اربع ثواني اللي عم بيطلع فيهم الضغط، مضبوط. يعني ولا يعني حتى بعشر ساعات ما سمعش. 100%. يعني لما بنحكي عن تواصل لعنف وعن تواصل ايجابي، اجمالا اكثر شيء بنعوز نستعمله لما بنكون بحوارات او احاديث فيها ضغط نفسي بتخلينا نعمل ستريس عالي. وللصراحة اغلبنا اليوم نحن عندنا ضغط نفسي كثير عالي، بتطلعي من بيتك بسيارتك بتعصبي، بتعملي ستريس، بتعملي ضغط، بتعلقي بالعجقه، بتعملي ضغط لانك مأخره على موعدك، على شغلك، على الى ما هنالك، بتفوتي على محل العمل بتلاقي اشياء متلتله ومأخره لانه مدري شو، بتعملي ضغط اضافي، ترجعي على البيت المدخول ما كمل ما كفى يمكن لاخر الشهر، بتعملي ضغط. اذا الضغط اذا بدك خبزنا اليومي، واهم شيء بيصير بيطلع الضغط على الاخر وبيخلينا نتلفظ بامور ممكن تودينا لعنف لفظي، عنف نفسي الى ما هنالك، لما بنكون عم نتحاور مع الاخر. وبالتالي كثير مهم نتعلم نلقط حالنا لما بنبلش يكون ضغطنا النفسي عم بيطلع، الستريس يلي عندنا عم بيطلع، بنقدر نلاحظه. هلا المشكله انه اغلبنا بيفتش على السهوله، والسهوله هي انه اترك ضغطي يطلع على الاخر وضغط النفسي وفش خلقي واعمله. ايه. هيدي السهوله وحلوا عني ومشوني. نرجع بعدين بعد ساعه ساعتين ثلاثه، يوم يومين ثلاثه جمعه، بنلاقي نتائج يلي تفوهنا به او يلي عملناه انه مش منيح. بنقول يا الله ما بقدر ضبط حالي، بس عصب، ما بقدر ضبط، كيف بدي اتعلم، ما بعرف كيف، ما استفزني لدرجه الى ما هو. نحن كلنا عندنا القدره انه نلقط حالنا. لما بلقط حالي كيف بدي، يعني كيف بدي احس اني انا ضغط النفسي عم بيطلع؟ شو معقوله يكون في اشارات؟ جسمي بيبعث لي اشارات، جسمي بيقول لي انت هلا عم درجه الضغط عندك عم تطلع. شو هن الاشارات؟ اوقات بنسى اتنفس، بلاقي حالي عم تنسى تتنفس، انتبه لحالك. دقات القلب عم تسرق، ننتبه لحالنا. صوتي عم بيطلع، بنتبه لحالي. مثل ما قلتي لي اوقات بخلي صوتي يطلع شوي بعدين انه اوكي، يلي هو
مش غلط، اللي هو طبيعي، اللي هو كتير أمر صحي، حتى أنه أول شيء لا لنفهم أنه في ضغط بهذا الحديث، أنه في مشكلة بيطلع طبقة الصوت، بس المهم أني سيطر عليها وأقول لحالي أنه ما رح تنفعني لحالها، هالصوت العالي اللي عم بيصرخ وجع هو وجع شوي بس صح، بس هو ما رح يوصلني لمحل، ووصل رسالة للمتلقي للآخر أني أنا عن جد هون مأزمة معي، وهو شيء كتير منيح بس بدي انتبه له، إذا جسمي عم بخبرني صوتي عالي، دقيت قلبي سرعت، أوقات يمكن حس إيدي عملوا هيك أو هيك، حس حالي عم بعمل هيك، حس حالي عم كذا سنين، جسمي عم بيبعث لي خبر، حرام علي ما اسمع لجسمي، حرام علي ما اسمع انه جسمي عم بيقول لي انتبهي انت عندك درجه ستريس عالي، لانه بس اسمع له بعرف ساعد حالي نزل ضغط النفسي، ما خلي ضغط النفسي ياكلني وياكل امكانيه العوده على طريق صح نكوع لنرجع لمحل اخر، بخليني رايحه باتجاه واحد على الارجح يعني اتجاه عنيف، على الارجح اتجاه رح يوجعني ويوجع الاخر على الفاضي بعدين. فاذا اول شيء بدي اعمله هو انه اسمع لجسمي لما بيبعث لي هالرسائل انه انا ضغطي النفسي عم يطلع. ثاني شيء لما بحس بهيدا الشيء بجسمي يعني اولويتي شو؟ اولويتي الاخر ولا انا؟ اولويتي انا، صار جسمي هو اللي عم هو اللي عم بيوجع. اولويتي انا، فاذا بدي اخذ تايم اوت، بدي اقطع، يمكن ما ازيح عن الحديث بهي اللحظه، اقطع الاصغاء للاخر اللي عم بيستفزني، وقفه. كمان كلنا عنا هاي القدره نعملها، انه نقطع حالنا عن يلي عم بيستفزنا قدام. ما بعرف اذا صايره معك غدا، بس انا على التلفزيون اذا حديث سياسي عم بيصير بيستفزني، عم بحضر برنامج سياسي، عندي القدره انه اقطع حالي عن اني اسمع له، اعمل شيء ثاني انا وقاعده بمحلي، روح بفكري لبعيد او شيء، اقطع حالي. فاذا الخطوه الثانيه هي انه نقطع، يعني خذ هاللحظه لإلك، خذي هاللحظه لإلك. يعني بس اسمع جسمي عم بيقول لي هيك، انا شكلي هلا الاستفزاز بلغ ذروته معي بهالوقت، بطلت عم بسمع وصرت مركزه على انا. هيدا شيء كثير منيح، اول شيء بقطع حالي عن كم جمله يمكن تستفزني بعد اكثر، وثاني شيء عم بهدي حالي، يعني مع انه بعدني بس عم بعترف بالوضع انه انا حالتي حالي. وعلى فكره هو اللي عم فسرهم انا بهداوه، هو قصة ثواني. ايه ما هذا اللي عم بقوله، بتغري بثانية الراس بيشتغل صح، يا ايه يا لا صح، يا رح نقدر نحلها يا لا، يا يعني واحد بده يحلل دغري بهالثواني. والتحليل يلي عم بحكي عنه انا بهداوي عم بياخذ معي كم دقيقة، هو قصة كم ثانية مش كم دقيقة. فإذا بياخذ وقت مستقطع لإلي، حتى لو بهاللحظة ما بدي أترك الحديث لأنه الضغط كثير عالي، لازم ننهي الحديث أو لازم ضل بالحديث أو ما عندي الفرصة إني أترك الحديث. وإذا فإذا لما بركز على حالي بدي هدي حالي، هون بقى ما بلشت هدي حالي، بلشت استوعب انه انا في اوصل لمحل كثير مأذي لإلي وما بدي اوصل له. ومأذي للحديث. من بتقوليها لحدا يعني او هيدي بتقولي له خذ نفس. يعني صحيح. وقت بتاخذ نفس خذ نفس. صح. بغير ثالث خطوة هي هيدي الشغلة اللي عم تقولي عنها، هي انه بجيب احاسيسي او شو بقولوا حواسي للانقاذ تبعي، اولها هي التنفس. اولها هي التنفس يا جماعه الخير، قد ايه بنحكي عن التنفس وقد ايه انتم باحاديثكم بتحكوا عن التنفس، خذ نفس عد للعشره، برومي لسانك 10 مرات، وات ايفر، يعني كل واحد بيعتبرها على ذوقه، بس هي عن جد ببساطه التنفس. هاي نزلت الادرينالين وطلعت الدوبامين وبرمت الدم برمه كامله بجسمي صحيه، مع انه عملتها مره، اذا بتنفس مرتين ثلاثه اربعه كل هيدا الضغط النفسي عن جد ما بتتخيلوا شو بيساعد. تاني شغله لما بدي اطلب من حواسي، انه شو يعني اطلبه من حواسكم تتدخل للمساعده؟ ما انا جسمي اللي بعت لي الرساله، دقيت قلبي، كزسناني، ما عم بنسى اتنفس، خليني استعمل جسمي ليصححني كمان. يعني البعض بيقول لك خلوا صوره عندكم بتحبوها، صورة يمكن من طفولتكم، يمكن مكان بالطبيعة، يمكن الشاي اللي بتحبوه، يمكن فنجان الشاي بس يجي، أو فنجان القهوة اللي عم يغلي إلى ما إذا بتحبوا القهوة، يمكن طبق بتحبوه، خلوا صورة جوكر هيدي دايما موجودة بذاكرتنا بتريحكم بس تتذكروها. منطلع الجوكر براسنا يلي ممكن، وعلى فكرة في في ناس بيعطوا تريننجز تدريبات طويلة بهالأمور، إنك تتلقط بصورة، خاصة إذا صورة من الذاكرة الطفولية، يمكن مكان بترتاح فيه تحت شجرة بجنينة عند بيت جدك، ذكريات أو صورة بس، مش اقعد تذكر كل طفولتك، لا ما في وقت. بس صورة واحدة لا ما في وقت، يمكن يكون عن جد صورة فنجان القهوة السخن الجاي على إيدك، يمكن يكون منظر غياب الشمس، صورة واحدة هيدي الجوكر.
انا وعم بتنفس بطلع هيدي الصوره بطلعها، او بتذكر يمكن صوره ابني او بنتي بالبيت او شيء بحبه، شيء بيريحني، طلعها للصوره بتفصلك عن الموضوع يلي انت فيه، بتهدي جسمك، بتساعدك تتف او بتساعدك تتنفسي اكثر. اذا لما بنطلع هالصور، في ناس الروايح تذكر ريحه، في ناس حسب كل واحد منا عنده وحده من حواسه اقوى من الثانيه، في ناس مثلا ريحه طيبه بتروقهم، بيتذكر خي ريحه البارفان اللي بحبه، ريحه الزهره، ريحه فنجان القهوه، برجع فنجان القهوه انا شي ريحه بتحبوها، يمكن شي بتلمسوه، يمكن ملمس الفرو الناعم، يمكن ملمس ماش معين، يمكن ملمس جلد الطفل. دايما جيبوا شي من ذاكرتكم بيريحكم. كمان هيدا كله بعدنا عملية ثواني، يعني أول شيء لوح شوكولا يا عين عليك، شو في أحلى منه؟ إذا أول شيء نسمع جسمنا، ثاني شيء نوقف، أنا هلأ بلشت استفز، ثالث شيء اتنفس، وأنا عم بتنفس طلع استعمل حواسي بشيء، صورة بعتبرها جوكر، ريحة، صورة، ملمس، شيء من حواسي الخمسة. كمان مهم يساعدنا أنه نفتش على الكوميدي بالموقف، أوقات بس مش دايما بتزبط على فكره، اللعبه الكوميديه بالموقف اوقات خطره كثير، يعني هي دبل ايدج. ايه اكيد، خصوصا اذا اللي مقابلك كثير وضع سيريو وتقربي انت مزح او كوميك، هذا بس اوقات الاهين هي انه اعمل اوتو ديفيزيون، يعني انه ابتسم على شيء يمكن انا عم بحسه، يعني بتعرف هلا عم بحسه هلا ايه هي مثلا عم بخدع ضحك، انه بدي نتفك على اللي عم تقولي بطريقه ضحك بطريقه، بس اذا شاطر او شاطره فيهم، اذا بعرف شوفهم، اذا ما بشوفهم فيهم يكونوا يخدموني بالعكس، ياذوني وياذوا الاخر. كمان بدي يكون عندي استعداد اني اتنازل، انت قلتي لي باول الحديث انه بتلفي، انه من وين بدنا نوصل؟ بدنا نبرم برمي ثاني لنوصل لحل. مش تنازل هيدي، ما اسمع تنازل، بس انه بتجربي غير طريقه انه يا جماعه طب وبعدين، يعني التنازل اذا بدك او مساومه، هيك لنساوم انه خيب طب وبعدين، بدنا نوصل لمحل. هي بدي يكون عندي استعداد اعملها. في بعض الناس ما عندهم حتى استعداد يتنازلوا عن قشه من يلي عم بيشارعوا فيه او عم بيناقشوا فيه، واجمالا ما بتوصل لمحل كثره العناد. الثبات حلو، العناد مش منيح، ما بينفع الثبات بالرأي اكيد، بس بدي يكون عندي استعداد انه، لان اذا هدفي مش عصب الثاني قد ما انا معصبه او كمل انا معصبه اوفر، اذا هدفي اوصل لمكان منيح يا خيتي وبعدين، بدي اوصل لمحل بعدين، بدي ابلش احكي بالبعدين، يعني هيدا بدي اعمل اخذ وعطى، بدي اعمل مساومه. واوقات كثير ما بيكون عندي مجال اوصل لمساومه، ما عندي مجال اوصل لمحل انا والاخر، فمش غلط تو اجري تو ديزاجري، يعني انه نتفق انه نحن غير متفقين، لانه مش كل الامور بتنحل بتكته، مش كل الامور بتنحل بلحظه النقاش، يمكن تاخذ معنا يومين ثلاثه لنروق لنقدر نناقش، يمكن تاخذ معنا سنه وسنتين لنقدر نناقش، يمكن تاخذ معنا ساعه وساعتين لنقدر نناقش، حسب عن شو عم نتشارع، حسب عن شو عم نتخانق. بس اتفق انك مش متفق مع الاخر، انه هيك لنتفق بالوقت الحاضر مش ظابطه معنا نوصل لمحل، مش غلط، صحي هيدا الشيء، صحي هيدا نوع على الموضوع اكيد صحي، وبيساعدنا انه المشكل ما انتهى، وعبالنا ننهي يوما ما او بعد شوي او بعد يومين ثلاثه، بس بالوقت الحاضر مثل ما نحن مش ضابطه. ومثل ما انا لما انا بحس على حالي انه جسمي عم يرجف، انا معصبه، انا درجه الضغط عندي عم تطلع، انا لازم اعمل بحالي هيك لساعد حالي، بدي يكون عندي انتينات غير مرئيه، شوف الثاني اذا انا حديثي عم يستفزه لدرجه انه اعمل له ستريس كثير عالي، إذا أنا حديثي عم بعمل له ستريس كتير عالي، فإذا خليني وقف محل ما أنا، خليني أخذ نفس كمان، لأنه كل ما علي ضغطه النفسي للآخر، كل ما وصلنا لمحل أنا وياه، أوقات بيكون الآخر معصب من الحديث تبعي أكثر من ما أنا معصبة منه، وبالتالي لازم انتبه إنه كمان إذا كتير عصب ما رح نوصل لمحل، رح نوصل لمحل عنف لفظي أو عنف نفسي نحن بغنى عنه. وبالتالي انه بس نعمل هالقصص الصغيره بتلاحظي انه كميه الضغط النفسي عندك بتصغر، وقدراتك على حل النزاعات بشكل بناء بتعلى اكثر. ميرسي، ثانك يو، بنشوفك الاسبوع الجاي تانيا، يعطيك الف عافيه، بريك صغير وبنرجع منتابع.
بعد شوي مشاهدينا رح ننتقل لحتى نكون مع شيف حسين ونتابع فقراتنا وتحضيراتنا. وما تنسوا كمان فيكم تتصلوا فيه وتشاركوا بالمسابقة مثل كل نهار تنين وخميس. إنما قبلها وشيف حسين هلأ عم بيحضر حاله منروح بها الجولة على صالة السينما. Come on in. We've got the garden. Help yourself to anything. Wait, didn't you try to eat me? Show me your teeth. Do like a goat, like... It was you! I knew it! How are you? So good to see you. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الأنيميشن بيتر رابت، وهو اقتباس عن الرواية الشهيرة عن الأرنب الثائر بيتر اللي بيتسلل بالسر إلى مزرعة خضار بأصوات جيمس كوردن، دوم هول غليزن والفنانة سيا. هلا فترة انتخابات مش لمصلحتهم ابدا يتزعرنا. والفيلم اللبناني ولاد النواب عن قصة حب قوية بتنشأ بين ولاد نائبين عم بيخوضوا معركة انتخابية قوية ضد بعضهم بدايرة واحدة، ومواضيع تانية من وحي انتخابات 6 أيار مع أرز الشدياء، أسعد رشدين، عفيف شيا، عصام مرعب، ماريبال طرباي، جاد حديد وغيرهم. الكتابة لداليا حداد والإخراج لفوزي بشارع. ضروري وجههم لازم يعرفوا. لا لأنه بعرف فيه بيكون بيّن. والثريلر The Hurricane Heist بين سختين 2D و3D عن لصوص عم بيحضروا لسرقة كبيرة لخزينة الدولة الأمريكية بالوقت اللي فيه إعصار قوي كتير عم بيقرب من أحد المراكز، مع توبي كابل وماجي غريس. ميديا ميديا غريس، أنا والبنت دي بني آدم واحد. والفيلم المصري الكوميدي رغدة متوحشة عن الشاب إسماعيل اللي بيشتغل بأحد مراكز التجميل، وبالصدفة بيكتشف أنه أحد مخرجي الإعلانات عم بيفتش على وجه جديد، فبيحول نفسه لفتاة من أجل الإعلان، وبصير يعيش كل المواقف الحلوة والصعبة اللي بتواجههم المرأة بالمجتمع، مع رامز جلال وريهام حجاج. أنا حاسة إن أنا رخصت أوي. رخصتي أوي؟ بقيتي بكام يعني؟ ليك يابا، في قرابتي بيعرف ورشة عمار بدهم فيها شغيلة. بونجور أستاذ. والفيلم اللبناني الكوميدي كذبة بيضة عن شاب فقير بيلتقي بصبية غنية بموقف غريب وبيرتبطوا بقصة حب انبنت على كذبة بيضة، بطولة توني عيسى، وسام صباغ، جاسي عبدو، ختام اللحام وغيرهم. الكتابة لكلود صليبة والإخراج لنبيل لبوس. لك حتى أنت نمر عم شوفك حلو. يعني قلبك عمل ديك. أنا جاي لعندك. أنا فرق بس إياك تحكي شيء قدام أمك إنه أنا عطيت. بعرف انه ما في ضرورة دايما نذكركم بانه تشجعوا الافلام اللبنانية يلي عم نشوفها عن جد كتير عم بتكون حلوة مهضومة مشغولة بشكل كتير منيح وبكميات. الحمد لله رجعنا على السينما اللبنانية الاصلية. نحن وياكم رح ننتقل هلأ فورا لعند الشيف حسين ونتابع ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بكل أنحاء العالم عبر شاشة التلفزيون المستقبل. اليوم في عنا 4 وصفات بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح، 3 وصفات ملح وفي عنا وصفة الحلو. عنا وصفة الحلو اللي هي كوكيز بالشوفان والشوكولا، وصفة كتير طيبة حضرناها بأول فقرة من فقرات رشة ملح. بالإضافة في عنا كاجو الدجاج، وصفة كمان كتير طيبة بتاني فقرة من فقرات رشة ملح. تبلنا صدورة الدجاج المسحبة طبعا بدون جلدة بدون عظم، تبلناها بفلفل أسود، صلصة الصويا، وأيضا حطينا معها من الكورن فلاور أو حطينا نشا. تبلناها وصار عنا الدجاج جاهز حاضر لحتى نقلي الدجاج. عنا كمان مشاهدينا وصفة دجاج بصلصة الفول السوداني، كمان رح نتبل نحن وياكم الدجاج بفول السوداني، وعنا سلطة البروكولي. هلا هن وصفاتنا لليوم. طبعا مثل ما بتعرفوا
كل نهار اثنين وكل نهار خميس. نتلقى اتصالاتكم مباشرة على الهواء لحتى نشارك بمسابقة ونربح فيها جوائز من منتجات تونيس فود. واليوم رح نتلقى اتصالاتكم طبعا، جوائز تونيس فود ناطريننا، ورح نبلش أنا وياكم بأول سؤال. أول سؤال، عددوا لي ثلاث أنواع من السمك شو ما كان نوعهم. لكن هيدا أول سؤال، ثلاث أنواع من السمك للآن عم نشوفها على الشاشة. بهالوقت أنا عندي طنجرة على النار، رح بلش بوصفة دجاج بالكاجو. لكن رح جيب الدجاج المتبلين ونحنا بصلصة الصويا بالنشا، رح بلش قلي الدجاج. طبعا منجيب من زيت النباتي، منحط زيت نباتي بالطنجرة. عنا قلية تانية حاطت فيها كمان زيت نباتي. عندي مشاهدينا الكاجو، بدي قلي الكاجو. لكن صار في عندي كاجو على النار، بهالوقت بيجي باخد خليط الدجاج. بضيف خليط الدجاج انا فوق الزيت، لكن خليط الدجاج مع صلصة الصويا صاروا على النار. انا بهالوقت برجع بذكر كل المشاهدين، سمولي ثلاث انواع من السمك. هيدا اول سؤال بحلقتنا لليوم، ثلاث انواع من السمك طبعا لنربح جوائز من منتجات تونيس فود. كاجو على النار، بنقلب الكاجو. عندي دجاج كمان، بهالوقت شو رح اعمل؟ بهالوقت عندي صدورة الدجاج كمان مسحبة، صدورة الدجاج رح حطها قدامي وتبلها. طيب لكن عنا صدورة الدجاج، رح حط لهم من الفلفل الاسود، رح نضيف لهم زبدة الفول السوداني، فلفل اسود، لكن مثل ما عم بتشوفوا زبدة الفول السوداني كمان منضيفها للدجاج. نستعين ايضا بزيت نباتي، نستعين بالسكر الاسمر. لكن مشاهدينا بناخد اول اتصال من ندى. الو الو ندى، انت على الهواء. شكله الاتصال انقطع بيننا وبين ندى. لكن بنرجع مشاهدينا لوصفتنا. الدجاج بلش ياخد لون، عندي الكاجو كمان، الكاجو عم بياخده لون، لكن عنا دجاج بالكاجو. هون نرجع لوصفتنا، حطينا لكن سكر اسمر، حطينا زبدة الفول السوداني، حطينا زيت نباتي. بنرجع بناخد اتصال من ندى. بونجور شيف. اهلا بونجورين. احلى شيف انت على الهواء. ثانك يو ثانك يو، اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ بس سؤال بليز. نعم تفضلي. ما كنت عم بسمعك، قل السؤال شو؟ اوكي، السؤال عددي لي ثلاث انواع من السمك، ثلاث اسماء شو ما كانوا. سرغوس. سرغوس. مليفة. مليفة. جاج. جاج. سبيل. الف مبروك، ربحتي معنا ست من منتجات تونيس فود. لكن اهلا وسهلا فيكي ندى، ربحتي ست من منتجات تونيس فود. كل نهار اربعة فيكم تستلموا جوائزكم من شركة تونيس فود طبعا، وفيكم تتواصلوا معهم على رقم 03-180-800. طيب لكن مشاهدينا عنا الكاجو اخذوا لون، منطفي تحت الكاجو. بهالوقت منحرك للدجاج، رح اجي انا لكن ضيف صلصة الصويا كمان لتتبيلة الدجاج. منضف له من صلصة الصويا كمان، يعني في عنا اليوم وصفتين في هون صلصة الصويا، نخلطهم او منتبلهم مع بعض للدجاج مع الفول السوداني. وصفة كتير طيبة هيدي هي. لكن مشاهدينا صلصة الفول السوداني وصفة كتير طيبة. هالطبق او فينا نقليه، فيني قليه بقلاية على النار او بطنجرة، او فيني شكه بصياخ خشب وشويه على الفحم كمان بناخد نكهة طيبة. لكن فينا نشكه بصياخ خشب مثل الطاووق، بناخد نكهة ومذاق رائع لهالوصفة. طيب هون عندي الدجاج صار جاهز، بنتركه شوي حدنا
بهالوقت رح روح جيب بصلة. مشاهدينا عنا بصلة، رح حط بصل أنا مع الدجاج والكاجو، لكن الكاجو صار جاهز بعد ما قليناه. هيدا البصل رح ضيف البصلات فوق الدجاج على النار. رح اجي اخد كمان وكمان من الفليفلة الحمراء، الفليفلة الخضراء، والفليفلة الصفراء، فليفلة ملونة. رح ضيف للكاجو كمان، ناخد شكل ونكهة رائعة بالإضافة للثوم. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. طيب لكن عندي فليفلة حمراء، فليفلة صفراء مثل ما عم بتشوفوا، كمان الفليفلة. برجع بذكر كل المشاهدين عم نحضر نحن دجاج بالكاجو، وصفة كتير طيبة. نضيف الفليفلة فوق البصل وفوق الدجاج، رح نجي نضيف كمان ايضا من الثوم، ورح نحط معهم مي او مرقة، نقلبهم مع المي والمرقة كمان مش غلط. طيب كان منحضر مي، لنضيف مي كمان لهالوصفة تعطي نكهة، وبصير عنا جوسي الدجاج بيتشرب المي، بالإضافة طبعا لصلصة الصويا، بالإضافة للنشا بعد ما نحن مشاهدينا كنا متبلين الدجاج بالنشا وبصلصة الصويا بالفلفل الأسود. طبعا ما حطينا ملح. ليه ما حطينا ملح؟ لأن في عنا صلصة الصويا مالحة، وفينا نجيبها كمان لصلصة الصويا بلا ملح. لكن مثل ما شفتوا ضفت مي للدجاج مع بصل مع الفليف الملونة. بهالوقت رح روح جيب كمان من الثوم، ضيف ثوم لطبقنا. طيب عندي ثوم، انا الثوم بدي اياه يغلي معهم. ناخذ نكهة الثوم. اوكي هيدا الثوم، رح اجي ضيف التومات فوق الخليط ومنتركهم يغلوا على مهلهم. طبعا بضل في عنا الكاجو، الكاجو بدنا نضيفهم دغري فوق الدجاج وفوق الثوم. بهالوقت انا شو رح اعمل؟ بهالوقت رح روح جيب من الكاري، عندي كاري كمان، بدي ضيف كاري للزبده، زبده الفستق وللدجاج. اوكي ضفنا كميه لكان مشاهدينا من الكاري، نرجع نخلطهم مع بعض. بدنا نحضر الطنجره، او مثل ما قلت لكم فينا، هات لنفرجيكم طريقه كيف فينا نشكهم. فينا نشكهم مثل ما خبرتكم ونشويهم على الفحم، بس طبعا هيدا السيخ نحن بدنا نكون نقعينه بمي ونرجع منشك فيه. اوكي كيف الطاووق؟ مثل الطاووق بهالشكل منشكهم، وهالوصفه بنشويها على الفحم. لكن برجع بذكر كل المشاهدين وكل ستات البيوت، عندي من زبده الفستق، عندي سكر اسمر، حتى فيكم تحطوا مشاهدينا من السكر الابيض، عندنا كمان كاري، فلفل اسود، حطينا ايضا من صلصه الصويا وزيت النباتي. طبعا بنشكهم بهالشكل نحن وبنحطهم على الفرن، كمان بناخذ نكهه كثير طيبه. بس انا مش رح شكهم، انا رح اجي احطهم بقلايه او طوايه وحطهم على النار كمان، او فينا نحطهم بطنجره. طيب عندي طنجره، رح ولع تحت الطنجره، رح احط فيها من زيت النباتي، ورح اجيب خليط الدجاج، قلي خليط الدجاج وارجع اقدمه. هلا هيدا هون مشاهدينا خليط الدجاج فينا نقدمه مع صلصه. شو هي الصلصه؟ الصلصه انا مقدمها بكره كمان، الصلصه هي ذاتها عباره عن لبنه مع ثوم، بنحط لها ايضا من فول، او فينا نقول زبده الفول السوداني مع فلفل اسود ورشه حار، ناخذ نكهه كثير طيبه، كزبره خضراء وكزبره يابسه، بالاضافه للكاري وصلصه الصويا، كلنا بنخلطهم مع بعض وبنقدم هيدي الصلصه مع هيدا الطبق. طيب هلا رح اجي
ضيف الدجاج للطنجرة واتركهم يتقلوا طبعا لحتى يستووا. الدجاج مع الكاجو بشو بقى مشو مقدم معه؟ مقدم معه اليوم باستا سباجيتي بعد ما كانت سلقها، نصفها قليل بالزبدة مع رشة فلفل أبيض، رشة ملح. الباستا سلقناها جاهزة عنا، سكبناها بوعاء بالصحن وناطرة الكاجو مع الدجاج مع الفليفة الملونة مع البصل مع الثوم لحتى نضيف هالخليط فوق الباستا. لكن هون رح يكون عندنا صلصة متماسكة. ليه رح يكون في عندي صلصة متماسكة؟ طبعا رح يكون عندنا صلصة متماسكة لأن الدجاج نحن متبلينه بالنشا، والنشا هو مواد تعقيد. لهالسبب نحن رح نحصل على صلصة متماسكة مع الثوم مع البصل مع الفليفلة. هلا بدي اقول للمشاهدين فينا نحن نحط كمان صلصات، عدة انواع الصلصات فوق هالخليط. يعني فيني نجيب من صلصة المانشستر، ضيف صلصة مانشستر لهالطبق بالاضافة لصلصة الصويا. يعني نحن هون مشاهدينا متبلينا بصلصة الصويا وفيني ضيف لها صلصة الصويا. لكن بنحرك الدجاجات على نار، صدورة الدجاج المتبلة بالفول السوداني، هالنكهة الرائعة اللي عم ناخذها من تتبيلة الفول السوداني. وأيضا في عنا طبخة تانية الكاجو، دجاج بالكاجو. هون شو في عنا؟ عنا سلطة، سلطة البروكولي. طبعا نحن حطينا البروكولي مع الخسات بس بعد هالطبق مش خالص، بعد ناقص برتقال، بعد ناقص من الشرائح الحامض، ناقص الصلصة. الصلصة رح نحضرها أنا وياكم مع الزبيب واللوز، رح خبركم عن هالوصفة بعد شوي بالتفصيل. خير رح نحن وياكم مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا. نوصل نحن وياكم مشاهدينا مثل العادة إلى آخر محطة من عالم الصباح، وأكيد كلها رح تكون لشيف حسين لحتى نخلص كل تحضيراتنا لليوم. صباح الخير. صباح النور. شو شايفة أنا؟ بات 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 شايفة؟ بس بات هيك؟ في دجاج هون غرقان. اللي في الدجاجة هون الفنة الدجاجة. دجاجة مثل ما هي اللي عم بمزح، صدورة الدجاج هون وعندنا صدورة الدجاج هون، عندنا وصفتين فيهم صدورة الدجاج. لكن عندي دجاج بالكاجو وعندنا هون دجاج بزبدة الفستق السوداني. طيب هون هني وصفتين. الباستا اللي عم تقولي عنها سباجيتي تمشي مع الاثنين؟ فينا نمشيها مع الاثنين، بس انا هون خبرت مشاهدين على صلصة طريقة، وخبرت كمان غادة المشاهدين انه فينا نحطهم بسيخ ونشويهم على الفحم. هيدا طريقة الدجاج. طبعا بعد ما كنت حطت لها كاري، كنت حطت لها زبدة الفول السوداني، حطت لها فلفل اسود، زيت نباتي بالإضافة لسكر الأسمر وصلصة الصويا. أوكي هيدا الخليط لكن صار جاهز على النار، عم بطبخهم أنا. فينا نشويهم أو فينا نطبخهم. عظيم. طيب بالطنجرة الثانية تقريبا عندي الخليط صار جاهز مثل ما شفتوا مشاهدينا. طبخة ما أخذت كتير معنا وقت، يعني قلينا أول شي حطينا زيت نباتي بأول فكر هلأ من رشة ملح، حطينا زيت نباتي، صدورة الدجاج المتبلينهم بصلصة الصويا نشا، فلفل أسود، تبلتهم وقليتهم. بعد ما قليتهم ضفت لهم البصل، ضفنا الفليفلة الملونة، ضفنا طبعا المي أو من المرقة، حطينا الثوم وتركينهم كلهم هالخليط يغلي مع بعض. بعد ما يغلي هالخليط راح ضيف له الكاجو، لأن في عنا نحنا دجاج بالكاجو. الكاجو مقليينهم على جنب. بالكاجو بس بلا كاجو. لا الكاجو. لا. أهم شيء الكاجو. لا لكده في عنا كاجو. واو. أوكي. عظيم. في عنا كاجو. هول الكاجو رح نضيفهم. بالآخر. رح نضيفهم بالآخر. لأنه بعد الأول ببولوا. صح. أوكي. رح نضيف الكاجو فوق الدجاج بعد ما يستوي الدجاج مع هالخضار. تفضل. طيب هلأ شو في عنا؟ تفضل. في عنا السلطة. بدنا نخلص السلطة. اوكي. عندنا البروكولي، انت مثل ما عم تشوفي حاطت من الخس الفرنجي، حاطت بروكولي هون مثل ما عم نشوف البروكولي خضرة. بتعرفي ليه البروكولي خضرة؟ البروكولي خضرة حاطين نحن معها كربونات وحاطين رشة ملح. صح، الكربونات بحافظ لنا على لون الأخضر للخضرة. بعدين بعد ما سلقتها شلتها دغري، إذا شفتيني حطيتها بالمصفاية
وفتحت المي عليها او حطيتها بمي متلجي مي مسقعه لحتى تضل محافظه على اللون خضر. أوكي. لكن بعد ناقصه من البرتقال، ناقصه من شرائح الحامض. المقادير اللي شفناها على الشاشه في بقلبها بروكولي، لان فيني اقدم مع هالوصفه بروكولي اذا حاطت برتقال وحاطت من شرائح الحامض، فيني حط بروكولي مش غلط. انا البرتقال رح اقطعه بهالشكل وضيفه للبروكولي. طبعا بضل في عنا الزبيب، بضل في عنا اللوز، كمان اذا شفتي حاطت من الجوز. رح اجيب الصحن حطه حدي، اتصرف انا وياه لنخلصه. اوكي، بس بده يرجع لهون الصحن. اكيد رح يرجع لهون. بيكونوا طبخاتنا صاروا جاهزين على النار، لكن شرائح البرتقال رح نحطهم بهالشكل، نزين صحننا. برجع بذكركم مشاهدينا فيكم تحطوا من البروكولي كمان مش غلط، بناخذ نكهه وطعم كتير طيبه مع البروكولي. رح جيب كمان سوري مش بروكولي، فينا نحط اناناس، وفينا نحط كمان من الفواكه. بروكولي حاطين نحن، بروكولي مستوي البروكولي وجاهزه البروكولي. اوكي، رح ضيف من شرائح الحامض. أوكي. كمان بهالشكل. اوكي، هول شرائح الحامض، هيدا الطبق صار تقريبا شبه جاهز. بس هون غاده مثل ما عم بتشوفي بدنا شيء لون احمر لحتى كمان يعطينا شكل ويعطينا لون. أكيد. رح اجي انا استعين بكم حبه بندوره كرزيه، بضيف هيك كم حبه. عنا بندوره كرزيه فمستغل الفرصه ومنضيف البندوره الكرزيه احلى واحلى لهالطبق. صح مثل ما عم بتشوفوا. اوكي، لكن هول البندوره. هون رح اجي اضيف كمان لألون لوز. عندي لوز ني، اوكي، لوز اصابع ني، بضيف لوز بهالشكل. ما خلصنا لان كمان رح اضيف من الزبيب. شو رايك؟ اكله هول زبيب كمان على الوجه. شكلها بتعقد صارت. ايه شكلها روعه، شكلها بعقد صار كثير. بعد شو بدنا نضيف؟ شو بعد بدنا نضيف؟ ضيف رمان. رمان كمان، الرمان بيعطي شكل كتير حلو وكتير منيح الرمان لجسم الانسان. يعني مثل ما عم بتشوفي البروكولي كتير منيح، عنا الرمان كتير منيح، حطينا لوز ني، عنا البردقان كتير منيح، وحطينا زبيب وحطينا جوز، وعنا شرائح الحامض وشرائح البرتقال. خليني اقول لك شغله، بدنا نعمل صوص؟ بدنا نعمل صوص اكيد. يلا خليني اقول لك شغله، هون عندي البروكولي، فيني انا محل الخس الفرنجي شو فيني احط؟ محل الخس الفرنجي فيني جيب من الكيل وحط كيل محل الخس الفرنجي. الكيل طبعا برجع بذكر كل المشاهدين اللي بيسالونا الكيل كيف بنحضره، الكيل نحن بنحطه بالماء السخنه، ما بدها دقيقه، اقل من دقيقه، شيء نص دقيقه بنحطهم وبنشيلهم. بس نحن الكيل بدنا اياه يطرى بس هيك شوي صغير، لانه هو اكيد شوي 100%، لانه هو نوع، هو من فصيلة البروكولي، فنحن بنحطه شوي بالماء، بنشيل الكيل وبحط مع الكيل البروكولي، اثنيناتهم بيشبهوا بعض الكيل والبروكولي. في عنا الصلصة اللي رح نحضرها، كمان صلصة كتير طيبة ومميزة، هي رح يكون في عندي من زيت الزيتون، عصير حامض، خل أبيض ومايونيز بالإضافة للسكر. هيدي هي صلصتها. طيب شو رأيك نحضر الصلصة؟ يلا تفضل. تفضل. طيب قبل ما نحضر الصلصه شو رايك ناخذ ثاني سؤال؟ يلا. لان في بعد عنا جائزه بدنا نربحها. بعد عنا، اخذنا بس اتصالين قبل؟ اخذنا اتصال. يلا. ورح ياخذ الاتصال الثاني. طيب. الو، قول الو. اوكي، طبعا باخر خمس دقائق من الحلقه رح نسال السؤال الثاني. طيب. بعلبه تونيس فود اللي فيها سمبوسك جبنه، كم فيها حبه؟ لكن مشاهدينا السؤال الثاني لحلقتنا لليوم، علبة تونيس فود اللي هي فيها من سمبوسك الجبنة كم في حبة؟ شكلها غادة عم بتساعدكم. لا أنا؟ ما عم تساعديهم؟ لا أبدا، أنا عم بتفرج على العلبة. عم تتفرج؟ عم بتفرج على العلبة. أنت عرفتي؟ شو؟
عرفتي السؤال؟ انت اسال السؤال. لا ما سأل. هيدي ما حدا رح يعرف لا الجواب ولا السؤال. عم نشوف نحن الارقام عم تمر قدامنا على الشاشه لنستقبل ثاني اتصال ونربح كمان الجائزه الثانيه اللي هي من منتوجات تونس فود. بهالوقت رح نروح نجيب المايونيز. عندي لكان مشاهدينا مايونيز، رح احط بهيدا الوعاء مايونيز، رح ضيف لهم من الخل. طبعا عندي خل ابيض وعندي عصير حامض حلوم، كمان بنحط من السكر، وايضا بستعين بزيت الزيتون. طيب هون هيدي الصلصه كمان صارت جاهزه. طيب عندنا تفضل نخلطها. لكن بناخذ ثاني اتصال غاده. لكن عندنا ثاني اتصال من ايلدا. الو الو بونجور. اهلا بونجورين. بالنسبه للمسابقه اوكي. اي اللي بدك الاولى او الثانيه؟ الثانيه. عد لك سؤال. 12 قطعه فيها. 12 قطعه. الف مبروك. وهيدا هو الجواب الصحيح. ربحتي معنا كمان ست من منتجات تونس فود. انا ما عملت سؤال. هيدي غاده اللي ساعدتك صراحه. لا ابدا. غاده قاعده عقلي ليك حتى قاعده يعني ما عم بتحرك اليوم. ما ساعدتي هالقد. طيب. عقلي. الف مبروك. انا هيك بدي ارجع اذكر كل المشاهدين انه فيكم تستلموا جوائزكم من شركه تونس فود كل نهار اربعة. واللي بحب يتواصل معهم طبعا فيكم تتواصل معهم على 03-180-800. هون مثل ما عم نشوف عم نحط الصلصه. بدنا نسكب وصفتنا لان بعد معنا دقيقتين بس. طيب هيدي الصلصه صارت جاهزه. انا رح اجي جيب الوصفه، وصفه الكاجو هيدي. لكن رح نرجع نشوف المقادير رح تمرق قدامنا على الشاشه. اول شيء بدنا نبلش بالكاجو بالدجاج. لكن دجاج كاجو وصفه كثير طيبه. اوكي رح مش الصحن بايدي. بتحب تساعدك؟ بتحب تساعديني؟ رح انا قاعدة عاقله وما تحركت اليوم تمت. يلا بس ما علي قلب. تفضل. يدلي شو تقيل. شايفه ولا شايفه؟ ما اتقله هيدا الان في الباستا وفي اللي صار للدجاج. تعبتي؟ لا ابدا. بس تتعبي دغري قولي لي. اوكي تفضل. الدجاج لكن دجاج. يلا اوكي. طيب خلص خلص هيدا خلص. وهون رح اجي عظيم. اوكي بعد عنا اخر شيء. هيدا طبق رح نجي نسكب اخر وصفه اللي هي الدجاج. طبعا الدجاج بصلصه الفول السوداني. في عنا كمان رح نشوف المقادير على الشاشه. انا هيك غاده بتذكر كل المشاهدين انا وعم بسكب الدجاج كيف حضرنا الكوكيز. جبنا خلاط كهربائي حطينا فيه زبده، حطينا فيه من الجبنه المرهميه كوكيز طبعا بالشوفان، حطينا زبده، حطينا جبنه مرهميه بالاضافه للسكر الابيض سكر اسمر، خلطتهم كثير منيح. هيدي كانت اول مرحله. اما رجعنا ضفنا من صفاء، ضفنا بيض حبه كامله وضفنا الفانيل، رجعنا ضفنا الشوكولا المذوب، ورجعنا ضفنا المكونات الجافه الطحين مع بيكنج الصودا، خلطناهم كثير منيح وحطينا الخليط بالبراد لانه بيكون عندنا خليط لين مش خليط متماسك لحتى يجمد، بنشيلهم من عنهم بالشكل اللي بدنا اياه وبنفوتهم على الفرن على حراره 180. لكن مشاهدينا انا بدي اشكركم، اشكر كل اللي كانوا عم يتابعونا. هون وصفاتنا لليوم ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم، وناطركم بكره مثل العاده الساعه 10. يعطيك الف عافيه شيف، بقيه النهار كثير حلو مشاهدينا. بدي اتمنى لكم جميعا واكيد بكره ملتقى بعالم الصباح ابتداء من الساعه 10:05 بتوقيت بيروت. 5.